بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع الحصة الرابعة من محاضرات الـ CIA لبارت 1 الجزء الأول. النهاردة إن شاء الله هنبتدي معاكم يونت 3. زي ما اتعودنا إن إحنا بنقول تاريخ المحاضرة قبل ما نبتدي المحاضرة. النهاردة 2 ديسمبر 2 يناير 2 يناير 2017 2/1/2017، ده بالنسبة لتاريخ المحاضرة. بالنسبة لمحاضرة النهاردة إن شاء الله، فزي ما قلت إن إحنا هنبتدي يونت 3. يونت 3 هو أول يونت من سكشن 2 اللي بيتكلم على الانترنال كنترول والريسك. زي ما اتفقنا احنا، لو تفتكروا لما جينا قلنا تقسيم الكتاب جلاين، ان في منهج السي اي متقسم مواضيع، وكل موضوع متغطي من كام يونت في جلاين. تمام؟ يعني مثلا اول موضوع في جلايم او اول موضوع في السي اي اي يونت 1 ويونت 2 بتغطيه. تاني موضوع اللي هو اسمه انترنال كنترول والريسك، هتلاقي ان يونت 3 ويونت 4 بيغطوه. فهو حتى قال لك ذا ستاد يونت از ذا فيرست اوف 2 كفرنج سكشن 2 اللي هو بيتكلم على انترنال كنترول والريسك. يبقى يونت 3 ويونت 4 بيتكلموا على الموضوع ده اللي هو عليه في الامتحان من 25 ل 35%. يبقى يونت 3 ويونت 4 بيتكلموا على نفس الموضوع اللي هو اسمه internal control risk، وده عليه 25 ل 35%. طيب، ده بالنسبة للمقدمة الظريفة على اليونت. اليونت ان شاء الله هيخلص في حوالي حصتين. تمام، ثانية بس، ام موبايل سايلنت. اليونت ان شاء الله هيخلص في حصتين. النهاردة ان شاء الله هنخلص نص يونت 3، وان شاء الله المرة الجاية نخلص الجزء الفاضل. اليونت بيتكلم على control frameworks and fraud. Control frameworks and fraud. في الأغلب النهاردة إن شاء الله هتكلم على control frameworks في الأول. يعني النهاردة هخلص control frameworks، وبعد كده إن شاء الله المرة اللي جاية هخش في enterprise risk management و risk management process، وهنتكلم شوية على fraud. طيب، نتكلم على control frameworks. زي ما قلنا يا جماعة، لو تفتكروا من كام محاضرة كده، لما قلنا إن جزء من او من مهامك الرئيسيه كانترنال اوديتور ان انت بتشوف الانترنال كنترول سيستم بتاع الشركه، وتشوف هل الانترنال كنترول سيستم بتاع الشركه كديزاين وكاوبريتنج افكتيفنس الدنيا ماشيه فيه ظريفه، ولا الدنيا ايه راحه في 60 داهيه. تمام، فجينا قلنا على موضوع الانترنال كنترول، وقلنا معايير المحاسبه. مثلا لو قلنا ان معايير المحاسبه، لو حد اختلف في معيار محاسبي او في معالجه محاسبيه، كلنا بنرجع لايه؟ لمعيار المحاسبه. يعني لو حد قال لك مثلا والله دي فيكس اسيتس دي كريدت مش ديبت، هو راجل طلبته يقول لك ان الفيكس اسيتس دي كريدت، فساعتها هتقول لا انت بتستهبل، ده الفيكس اسيتس تعتبر ديبت. تمام، طب مين اللي قال لك كده؟ هتقول له والله ده في معيار بيتكلم على الاصول الثابته على الفيكس اسيتس، ورقم المعيار كذا كذا كذا، وهتشرح له المعيار. يبقى انت لما بتختلف مع حد في معالجه محاسبيه بينك وبينه ايه؟ المعيار. نفس الكلام بالنسبه للاكسترنال اوديت. الاكسترنال اوديت مثلا بقول مثلا يعني الاشاره بتاع الكلام ده مش عليكم، بس مثلا فور اكزامبل، مثلا ان انا لما باجي افحص حسابات البنوك بتاعت الشركات في الاكسترنال اوديت، بطلب حاجه اسمها بانك كونفرميشن. طيب لو الراجل قال لي لا والله ده ما مش مين قال الكلام ده؟ هرجع اقول له والله في معيار للمراجعه الخارجيه بيقول كذا كذا كذا، وبيقول ان احنا كجزء من شغل الاكسترنال اوديت ان هو يعمل ان هو ياخد كونفرميشن للبنك. طيب، ده بالنسبه للمعايير اللي الناس ترجع ليها. فجينا نشوف بقى الانترنال كنترولز، لقينا ان مفيش حاجه بنمشي عليها. يعني مثلا مين اللي يقول ان ممكن ان لازم يكون في انترنال كنترول بالشكل ده؟ مين اللي يقول ان في حاجه اسمها ان يكون في حاجه اسمها segregation of duties؟ يعني هناخد ايه segregation of duties كمان شويه، اللي هي فصل المهام، واتكلمنا عنها من محاضرتين اللي فاتوا. في حاجه اسمها segregation of duties اللي هي فصل المهام، اللي هو كانترنال كنترول سيستم انت لازم تفصل الاوثرايزيشن عن الريكوردنج عن الكاستدي. تمام، ده بالنسبه لمبدا segregation of duties. segregation of duties اللي هي فصل المهام. طب مين قال الكلام ده؟ ومين اللي قال ان احنا عشان نعمل الكنترول بالشكل ده ايه اهداف الكنترول
والكنترول ده او انترنال كنترول ده هو بيعمل ايه وشكله ايه وايه الخصائص بتاعته. فلقينا ان احنا ما عندناش معايير نمشي عليها، وبالتالي طلعت فكره الكنترول فريم ورك. الكنترول فريم ورك، فالكنترول فريم وركس هي زي ما تقول اطار عمل، اطار عمل عشان يقيم لك الانترنال كنترول سيستم، عشان يقيم لك ايه الانترنال كنترول سيستم. الانترنال كنترول سيستم في كذا اطار عمل او كذا كرايتيريا ممكن تستخدمه، وهنتكلم عنهم النهارده ان شاء الله. اشهرهم اللي احنا قلنا عليها قبل كده وهناخدها بالتفصيل، وهي اكتر حاجه الناس شغاله بيها، هي الكوزو فريم ورك. يبقى احنا عندنا كذا فريم ورك، ما عندناش الكوزو بس. احنا شرحنا قبل كده الكوزو بسرعه، هنشرحه تاني النهارده ان شاء الله بالتفصيل، تمام؟ بس انت ما عندكش الكوزو بس، انت عندك الكوزو وعندك غير الكوزو. اشهرهم الكوزو، كلنا بنستخدم الكوزو، حتى بتاع الاكسترنال اوديت لما بييجوا يشتغلوا بالسوكس بيريفيروا للكوزو، اغلب شغلهم بالكوزو. الناس كلها اغلبها، يعني ممكن تقول فوق ال 95% الناس تشتغل بالكوزو. بس مش معناها ان الكوزو هي الفريم ورك الوحيد، لا، في فريم وركس ثانيه وفي حاجات ثانيه هندرسها مع بعض. ممكن تدرسها كمنهج وما تشوفهاش في الواقع العملي قوي، تمام؟ بس لازم تبقى عارفها. وعلى فكره هتلاقي الدنيا شبه بعض، يعني مثلا الكوزو مثلا بيتكلم في انترنال كنترول وبيعرف لك انترنال كنترول وخصائص انترنال كنترول وحاجات ظريفه كده. هتلاقي في فريم ورك ثاني مثلا بيتكلم على حاجه ثانيه، بيتكلم عن انترنال كنترول برضو، بس مش هتلاقيه، يعني مش هتلاقيه مثلا بيتكلم على طب الاسنان مثلا، لا هو برضو بيتكلم عن انترنال كنترول. فهتلاقي كلام شبه بعضه، بس كل واحد عامل فريم ورك خاص بيه شويه، تمام؟ وفي الاخر زي ما قلت ان الكوزو فريم ورك هو اشهر فريم ورك، وده وفي الاغلب ده اللي احنا بنستخدمه. طيب الافيلبل كنترول فريم وركس، قال لك several bodies have published control frameworks that provide a comprehensive means of ensuring that the organization has considered all relevant aspects of internal controls. يعني قال لك في جهات كتيرة طلعوا internal control او control frameworks، تمام، اللي هي بتديك comprehensive means. comprehensive يعني مفصل، comprehensive means يعني وسائل مفصلة او مفاهيم مفصلة، of ensuring that the organization has considered all relevant aspects، يعني الشركة أو المنظمة خدت في اعتبارها كل جوانب الـ internal control. The use of a particular model or control design not mentioned here may be specified by regulatory or legal requirements. خلي بالك من حاجة، يعني احنا هنتكلم على أشهر الـ frameworks، بس مش معنى كده إن أنت لازم تمشي دول بالظبط. في control frameworks تانية ممكن تبقى required by law، يعني مثلا وساعات بنشوفها، مثلا ساعات بنشوفها في الفاينانشال سيرفيس اندستري، يعني ساعات بنشوفها في الفاينانشال سيرفيس اندستري. في دول معينه تقول لك ايه، لا انا عامله مثلا انا عامله معايير معينه او عامله فريم ورك معين لازم تمشي عليه عشان اتاكد ان انت ماشي حسب الليجال ريكويرمنتس. فمعنى كده ان انت ممكن تمشي بأي فريم ورك من اللي هنشرحهم النهاردة، أو لو حضرتك قاعد في بلد ما والبلد ما دي عندها فريم ورك هي قانوناً عاملة إجبار على الشركات إن هي تتبعه، ده بدأ موضوع تاني ولازم تمشي حسب الفريم ورك اللي حسب الليجال ريكويرمنت. طيب هنا هقول لك إن في شوية فريم وركس كده اللي هم أشهر فريم وركس هنشرحها كمان شوية. بالنسبه لامريكا، يونايتد ستيت، امريكا اول فريم ورك الانترنال كنترول فريم ورك بتاع الكوزو، تمام. احنا اتفقنا لو تفتكر هديه كمان شويه هنشرح الكوزو بالتفصيل، ان الكوزو اللي هو كوميتي اوف سبنس اوف سبونسرنج اورجانيزيشنز طلع تعريف الانترنال كنترول والكومبوننتس بتاعت الانترنال كنترول، وقال كل الكلام الظريف ده وعملها في فريم ورك اسمه ايه؟ اسمه انترنال كنترول انتجريتد فريم ورك، ده بتاع الكوزو، تمام؟ وده is widely accepted as a standard for the design and operation of internal control systems، وده اشهر حاجه مقبوله ومستخدمه كستاندرد او ككرايتيريا للانترنال كنترول سيستم. طيب وبرده في لو تفتكر ان احنا شرحنا المره اللي فاتت ال FCPA الفورين كوربت براكتس اكت، الفورين كوربت براكتس اكت شرحناه المره اللي فاتت او الحصه اللي فاتت او اللي قبليها مش فاكر، ارجع بقى مش فاكر اني محاضره،
والفورين كوربت براكتس اكت قال لك ان احنا اللي هو الاف سي بي اي اللي هو القانون اللي بيتطبق على الشركات الامريكيه والسبسيدريز بتاعتهم اللي بره امريكا، وبيمنع اي، هفكرك بيه بسرعه كده، هو قانون بيمنع اي شركات امريكيه انها تدفع رشاوي او تسهيلات او اي حاجه لاي حاجه حكوميه خارج امريكا. تمام، اي حاجه حكوميه. تمام، هي مثلا شركه امريكيه، بتكلم مثلا شركه امريكيه مثلا بتوبريت في مصر. تمام، شركه امريكيه بتوبريت في مصر، والشركه الامريكيه دي دفعت عشان مثلا تخلص حاجه ليها مثلا في وزاره الصحه او وزاره التموين او وزاره مش عارف ايه، اي وزاره، راحت دفعت رشوه لموظف حكومي. الشركه دي تقع تحت طائله القانون في امريكا تحت قانون الاف سي بي اي، مع انها عملت دفعت الرشوه دي لجوفرمنتال اوفيشال بره امريكا مش في امريكا. بس هو ده القانون، هو القانون ده، هو دي النقطه اللي هو بيغطيها. القانون بيقول لك ممنوع تدفع رشاوي او اي رسيلات لاي حاجات حكوميه خارج امريكا. تمام، وده جه نتيجه ان في طلع كذا مره، او كان في فضايح كثيره خاصه برشاوي كثيره كانت بتدفع خارج امريكا من الشركات الامريكيه، فالقانون ده ونهى الموضوع ده. تمام، وزي ما قلت لك، لو انت دخلت على النت، لو انت دخلت على النت وكتبت FCPA Foreign Corrupt Practice Act Examples او Scandals، Scandals يعني فضايح، تمام، هتلاقي ان في شركات كبيره جدا، شركات معروفه، شركات معروفه اللي احنا كلنا، كل شركات اسمها كبيره وكلنا عارفينها، هتلاقي ان هي اتلطت في موضوع ال FCPA. شق تاني من ال FCPA لو تفتكر كلامنا عنه، ان ال FCPA قال لك ان لازم الشركات، لازم الشركات to maintain، يبقى عندها من تعمل maintain ل internal control system over financial reporting، يبقى عندها accounting records. تمام، يبقى معنى كده ال FCPA، هو كمان ال FCPA قال لك ان انت يبقى عندك internal control system. طيب بص يا سيدي، قصة حياة الكوزو، الكوزو بدأ اهو. The private sector also responded by forming the National Commission on Fraudulent Financial Reporting اللي اسمها NCFFR. ممكن مش يعني مش لازم، مش هدخلك في تفاصيل الكوزو ونشأته والكلام ده، يعني الكلام ده ظريف كده تعرفه، معلومات ظريفة كده. بس الكوزو اللي هي Committee of Sponsoring Organizations اللي هي دي، تمام، نشأتها كانت من هيئة كده منشئة اسمها National Commission on Fraudulent Financial Reporting، يعني الهيئة العامة أو المفوضية العامة للفرودلنت فاينانشال ريبورتنج، للغش والتلاعب المحاسبي، تمام، اسمها NCFFR، ودي انشئت سنة 85. بعد كده قال لك the NCFFR is known as a Tradeway Commission. Tradeway اللي هي نتيجة جاية من اسم الراجل اللي كان بيرقص المجلس ده، كان اسمه ايه؟ اسمه جيمس تريدواي. مش عايزك تعرف ان الراجل اسمه جيمس وسنة 1985 وكل الكلام ده، كان ده تعرف بس مع المعلومات العامة. تمام، The Tradeway Commission was originally sponsored and funded by five professional accounting organizations based in the US. This group of five became known as the Committee of Sponsoring Organizations. الكوميشن دي اللي أسسها خمس accounting bodies موجودين في أمريكا، منهم على فكرة الـ AICPA اللي هم الـ CPAs بينتموا إليها، منها الـ IMA اللي الـ CMA بينتمي إليها، ومنها الـ IIA اللي هي الـ CIA حضرتك تنتمي إليها. الاثنين التانيين مش فاكرهم بصراحة، بس أنا اللي متأكد منهم اللي كان فيها الـ IMA والـ IIA والـ AICPA. تمام؟ مش مشكلة، مش مهم تعرف مين، برضو مش هممني انك تعرف مين اللي أسسها، مهم تعرف إن في خمس أعضاء أو خمسة bodies هم اللي عملوا الكوزو وسموها Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission. يعني الكوزو اسمها بالتفصيل أو اسمها بالكامل Committee of Sponsoring Organization اللي هي الكوزو of the Tradeway Commission. تمام؟ طيب This result the result was Internal Control Integrated Framework in 1992 which was modified in 94 and again in 2013. وكان الoutput أو الoutcome النتيجة الظريفة من الكوميشن الظريفة دي ان هي طلعت لنا
بالكوزو فريم ورك، الانترنال كنترول فريم ورك اللي احنا كلنا بنمشي عليه، تمام؟ فمن اشهر او من مش من اشهر، هو اهم اوتبوت للكوميشن دي ان هي طلعت الانترنال كنترول انتجريتد فريم ورك، اطار العمل او تعريف الانترنال كنترول بتاع الكوزو اللي هو طلع سنة 92 وتعدل في 94 وتعدل تاني في 2013، تمام؟ وخلي بالك من 92 ل 94 2013 في فاونديشن او في اساس معين للكوزو، وهو بيعدل او بيغير مسميات او بيظبط حاجات، بس الاساس واحد، وده اللي هناخده ان شاء الله بالتفصيل كمان شويه، تمام؟ يبقى ده الحاجه الرئيسيه اللي في امريكا. يبقى في امريكا في اليو اس الحاجه الرئيسيه ايه؟ هي الكوزو. طيب في كندا، كندا قال لك guidance on control، guidance on control commonly referred as CUCU based on its original of its original the title criteria of control. يعني الكنديين عندهم حاجة شبه الكوزو اسمها ايه؟ اسمها كوكو، تمام؟ طبعا الناس دي هتقول لك ايه الهبل ده يا عم، كوزو وكوكو، تمام؟ هم اساميهم كده، تمام؟ يبقى الكوزو ده بتاع الامريكان، والكوكو ده بتاع مين؟ الكوكو ده بتاع الكنديين، تمام؟ نفس القصة يعني، تمام. انا بصراحة انا شخصيا ما اشتغلتش بالكوكو ده قبل كده في حياتي، تمام؟ يعني انا بس بشوفه في الكتب، تمام؟ بس هو شبه الكوزو، تمام؟ يعني هو شبه الكوزو نفس الفكرة. واللي طلعوا مين؟ اللي طلعوا الكنديان انستيتيوت اوف شارتد اكاونتنتس اللي هي CICA، ودي شبه الاي اي سي بي اي بتاعت امريكا، شبه الاي اي سي بي اي بتاعت امريكا، تمام؟ اللي هو اللي هم السي بي ايز بتوع امريكا. المرادف او مكافئ ليها في كندا طلعوا الكوكو فريم ورك عشان يمشوا عليه. طيب ده بالنسبه لكندا. يونايتد كينجدوم، انجلترا او المملكه المتحده، تمام؟ يونايتد كينجدوم عندهم برضو حاجه شبه الكوزو اللي في امريكا وشبه الكوكو اللي في كندا، تمام؟ فعندهم حاجه اسمها للانترنال كنترول جايدنس فور دايركتورز اون ذا اون ذا كومبايند كود، اللي هو اسمه كده بيسموه كوملي ريفيرد، او اسمه كده على القهوه يعني بيسموه على القهوه Turnable Report after Nagel Turnable، يعني اسمه Turnable Report. Turnable Report، Turnable Report جاء نتيجة الراجل اللي عمل الموضوع ده، أو الراجل اللي كان بيرقص في المجلس ده ساعتها، اللي اسمه Nagel A Nagel Turnable. برضو مش عايزك تخش في تفاصيل، أنا مش هممني مين كان اسمه نيجل وكان قاعد تولد سنة كام وأمه كانت اسمها إيه والكلام ده، مش فارق معايا، تمام؟ اللي هو كان chair of the committee that drafted the report. Published the financial reporting council of the UK and released and re-released as internal control. برضو عمل يعني من الآخر، هو ال turnable report ده هو اللي كان بيتكلم على internal control حسب البادي أو حسب الكوميتي اللي كان اسمها اللي طلعت من financial reporting council وطلعوا حاجة على internal control. The UK committee on the financial aspects of corporate governance known as informally the Cadbury Committee. طبعا كادبري عشان الراجل كان اسمه أدريان كادبري، تمام؟ يبقى كان في ويكي او كان في زي برضو كوميتي يعني لجنة، تمام؟ برضو طلعت حاجة على financial aspects of corporate governance، financial aspects الجوانب المالية للcorporate governance، لنظام الحوكمة، لنظام الحوكمة، تمام؟ واللجنة دي كان اسمها لجنة كادبري، تمام؟ عشان البرنس بتاعها أو الراجل اللي كان بيرأس اللجنة دي كان اسمه سير أدريان كادبري. Issued its report about the same time as the Tradeway Commission the US. ودي طلعت الريبورت بتاعها أو طلعت الفريم ورك بتاعها نفس الوقت اللي Tradeway Commission طلعته في أمريكا. It was subsequently blended with the reports of two other organizations. The resulting combined code includes such recommendations for sound governance as requiring that the CEO and the chairperson be separate individuals. وفي الآخر الكوميتي دي ضربت في الخلاط مع two other organizations، تمام؟ It was subsequently blended with the reports of other two organizations. مش هنخش في تفاصيلها، معايش تفاصيلها. The resulting combined code والنتيجة النهائية كان هم طلعوا شوية recommendations للcorporate governance نظام الحوكمة، وكانت require ان CEO والchairperson to be separate individuals، يبقى الCEO مختلف عن الchairman
او عن الان دي بتاع الشركه. ده في يونايتد كينجدوم برضو، ده من تاريخ، ده من تاريخ الانترنال كنترولز في يونايتد كينجدوم. الاي تي، الانفورميشن تكنولوجي. الانفورميشن تكنولوجي اشهر مثال للانترنال كنترول، وده فعلا الناس بتستخدمه في الواقع العملي، يعني الشباب بتوع الاي تي اوديت بيستخدموه حاليا زي ما احنا كنا بنستخدم الكوزو في النون اي تي، هم بيستخدموا الكوبيت. حاجه اسمها ايه الكوبيت؟ كوبيت از ذا بيست نون فريم ورك سبيسيفيكلي فور اي تي كنترولز. يبقى الشباب بتوع الاي تي اوديت تمام، هم زي ما احنا عندنا كده الكوزو هو اساس شغلنا، هم عندهم الكوبيت هم اساس شغلهم تمام. يبقى الكوبيت از ذا بيست نون فريم ورك سبيسيفيكلي فور اي تي كنترولز. وين اوريجينالي ببلشت COBIT was an acronym for Control Objectives for Information and Related Technology. يعني COBIT اختصار لـ C Control O Objectives for Information and Related Technology. For Information and Related Technology. COBIT 5 ده أشهر أو أحدث إصدار ليها، وده الكوبيت نزل منه كذا إصدار، وكوبيت 5 أو أحدث إصدار من الكوبيت هو اسمه كوبيت 5. ده بالنسبة لأول فريمورك للآي تي أوديت. في فريمورك تاني، في فريمورك تاني اسمه ESAC. ESAC اللي هو Electronic Systems Assurance and Controls. Electronic Systems Assurance and Control. ESAC. وده published by the Institute of Internal Auditors الIIA Research Foundation. وده Alternative Control Model للآي تي. وده حاجة ممكن تقول alternative، حاجة بديلة للكوبيت، بس الأشهر في الواقع العملي هو الكوبيت. طيب كده يبقى احنا قلت لك ايه هي الحاجات المشهورة في كل دولة. بالنسبة لأمريكا الكوزو، بالنسبة لكندا الكوكو، بالنسبة لUnited Kingdom Turnover Report، وبالنسبة للآي تي في اتنين، في الكوبيت اللي هو أشهر حاجة بتستخدم وأحدث حاجة هي كوبيت 5، وبالنسبة في عندك حاجة تانية اللي هي الإيساك. طيب كده أخدهم بقى بالتفصيل ونتكلم فيهم شوية، نتكلم فيهم شوية. أول حاجة هنتكلم عنها هي الكوزو، الكوزو فريمورك. الكوزو فريمورك هنتكلم عنها بالتفصيل إن هي أشهر حاجة والحاجة اللي احنا بنشتغل بيها أغلب شغلنا. طيب الكوزو لما طلع اول حاجه عملها، او الكوزو لما طلع الانترنال كنترول انتجريتد فريم ورك عمل حاجتين. يعني هقول لك كده، هقول لك كده مقدمه ظريفه. المقدمه دي مهمه جدا 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 جدا. المقدمه اللي انا هقولها دلوقتي هي اساس الكوزو اللي هتشرحها، فيا ريت تركز معايا. الانتجريتد فريم ورك بتاع الانترنال كنترول اللي الكوزو طلعوا عمل حاجتين، او طلع حاجتين مهمين جدا. اول حاجه طلع الديفينيشن، او وضح ايه هو الديفينيشن بتاع الانترنال كنترول، وتاني حاجه قال لك ايه هي الكومبوننتس بتاعه الانترنال كنترول. يبقى الكوزو عمل حاجتين فيهم الشفاء تمام، يعني الزيتونه بتاعه الزيتونة بتاعت الكوزو فريم ورك حاجتين. الديفينيشن بتاعت الانترنال كنترول، تعريف الانترنال كنترول، وبعد كده قال لك الانترنال كنترول ده ايه هي الكومبوننتس بتاعته، ايه هي العناصر بتاعته تمام. الاثنين دول اهم من بعض، يعني الديفينيشن لازم تبقى، الديفينيشن بتاع الانترنال كنترول حسب الكوزو لازم تبقى عارفه، والكومبوننتس لازم تبقى عارفها. يبقى نبتدي الاول بالديفينيشن. The Kuzu model defines internal control as follows. ايه بقى يا معلم الانترنال كنترول definition حسب الكوزو؟ بص يا سيدي، internal control is a process، هي عملية، affected by an entity's board of directors, management and other personnel. بتتأثر بمين؟ ال entity's board of directors، مجلس إدارة بتاع الشركة أو بتاع المؤسسة، والمانجمنت والاذر بيرسونال. اذر بيرسونال يعني كل الموظفين الاخرين. designed to provide reasonable assurance، حط تحت كلمه reasonable assurance مليون خط. regarding
the achievement of objectives relating to ثلاث حاجات: operations, reporting, and compliance. يبقى ال definition بتاع internal control قال لك هو ايه؟ هي process affected by ايه؟ by the entity's board of directors, management, and other personnel. تمام؟ مين اللي بيأثر عليها؟ ال board of directors والmanagement والother personnel. معمولة ليه؟ designed ليه؟ to provide reasonable assurance. هل ال internal control بي provide absolute assurance؟ لا. مفيش حاجة في العلم كله absolute. مفيش حاجة اسمها absolute. كلمة absolute دي مش موجودة. مفيش حاجة مطلقة. كل حاجة reasonable. كل حاجة reasonable. وهقول لك ليه كمان شوية ال internal control بيبقى reasonable. Regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, or compliance. يبقى ال internal control هيخليك هيساعدك ان انت او هيساعدك ان انت يديك reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to data areas, operations, العمليات, reporting, التقارير, or compliance. بص يا سيدي، فخلي بالك بقى، الراجل فصص لك في الكتاب التعريف، قال لك thus internal control is intended to achieve three classes of objectives. يبقى ال internal control الديزاين بتاعه عشان يأتشيف 3 classes of objectives اللي هما ايه؟ objectives related to operations و reporting و compliance data areas. هو ongoing process، هي عملية مستمرة، يعني internal control مش بنعمله مثلا يوم التلات والاربع او بنفكس له الباقي الاسبوع، لا، ال internal control هو ongoing ايه؟ process. هو affected by people at all organizational levels، سواء البورد، مانجمنت، and all other employees. يعني مين اللي بيأثر على الانترنال كنترول؟ كل الفيلم، من أول أكبر رأس الشركة، من أول الشيرمان of the board of directors لحد أصغر موظف في الشركة. able to provide reasonable but not absolute assurance. دي أسألك من شوية، الانترنال كنترول بي provide reasonable مش absolute assurance. وadaptable to an entity's structure، يعني بيبقى متأيف أو متظبط أو tailored، بنسميها tailored، يعني متظبط على ال structure بتاع أي entity. طيب، في حاجة هنا مهمة جدا قالها، أو في كام نقطة عايز أقولك عليها. يعني التعريف ده في كام نقطة كده محتاج أقولك عليها، والنقطة اللي هقولك عليها كمان شوية اللي هقولها لك دلوقتي دي بيجي عليها كمية أسئلة رهيبة. نحن نفصص تعريف الـ internal control. قالك مبدئياً internal control هو process affected by the entity's board of directors, management, and other personnel. أول سؤال، يبقى مين مسؤول عن أو مين بيأثر، خلينا نقول كده، مين اللي بيأثر على الـ internal control system؟ كله: board of directors, management, or other personnel. طيب، مين اللي مسؤول عن الـ implementation بتاع الـ internal control؟ الـ management. هو أنا كموظف صغير، أنا بيبقى لي تأثير على الـ internal control، إن أنا عنصر في عناصر الشركة، فهأثر في الآخر الـ internal control. بس مين المسؤول عن تنفيذ الـ internal control؟ الـ management. يعني مثلا مين اللي مسؤول ان يقول ان مثلا ان الـ الـ ان ان اي شيك عشان يتصرف من عندنا لازم يبقى فيه 2 يمضوا عليه وعندك ليفلز معينة. تمام؟ يعني مثلا الشيكات لحد مثلا 50,000 ممكن مدير الحسابات ومدير التريجري، من 50,000 ل 500,000 مدير الحسابات والسي اف او، من 500,000 مثلا ل 20 مليون السي اف او ومثلا السي او، اكتر من كده محتاجه مثلا ابروفل من البورد مثلا. على فكره ده انا بقول لك اختراع، تمام؟ ممكن الكلام ده يبقى ابليكابل على شركه صغيره، ممكن شركة أكبر تقول لك مثلا لحد مثلا 10 مليون ممكن الـ Chief Accountant هو اللي يصرفه، حسب كل شركة.
طيب بس مين اللي بيقول الكلام ده، ومين اللي مين اللي بيمبلمنت الكلام ده، ومين المسؤول عن الامبلمنتيشن، مين المسؤول عن التنفيذ؟ المانجمنت، الاكزيكتيف مانجمنت كمان او سينيور مانجمنت. دي نقطه. النقطه الثانيه، ليه انا بدي ريزنبل اشورنس؟ ليه بدي ريزنبل اشورنس ومش بدي ابسوليوت اشورنس؟ عشان انترنال كنترول سيستم هو زي اي سيستم في الدنيا لو ليميتيشنز، وهنتكلم كمان شويه يعني كمان شويه كده، ما اعرفش بقى في اي حته، في اي حته النهارده هناخدها او ممكن ما تاخدهاش النهارده مش فاكر. المهم ان هتيجي في السكه حاجه اسمها الليميتيشنز اوف انترنال كنترول سيستم، والليميتيشنز مهمه جدا 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 جدا، لازم تعرفها. اي انترنال كنترول سيستم له حدود، له ليميتيشنز، له ليميتيشنز، عشان كده بيدي ريزنبل اشورنس، ما بيديش ابسوليوت. يبقى عشان internal control low internal control كسيستم low limitations بيدينا، يبقى بيدينا reasonable assurance، ما ينفعش يدينا absolute assurance. طب زي ايه limitations، ايه هي limitations بتاعت internal control system؟ اول حاجة الhuman error، يعني احنا برضو احنا مش مكان، تمام؟ احنا يعني بنغلط، طبيعي ان في حاجة اسمها human error، فالhuman error هيدي ان يحصل مشاكل، وطبيعي ان الهيومن اير موجود في كل في اي منظمه في الدنيا. ده نمبر 1. نمبر 2 الكولوجن، التواطؤ بين الموظفين. يعني مثلا سي انا عملت انترنال كنترول سيستم ظريف جدا، وعملت سيجريجيشن اوف ديوتيز، ان انا فصلت الاوثورايزيشن من الكاستدي من ايه، من الريكوردنج. ده زي ما المعيار بيقول، تمام، السيجريجيشن اوف ديوتيز. فاللي معاه الاوثورايزيشن سي مثلا حسين، واللي معاه الكاستدي سي مثلا اكرم، واللي معاه الريكورد كيبنج سي مثلا فؤاد، تمام. طب لو حسين واكرم وفؤاد الثلاثه اتفقوا مع بعض وسرقوا، يبقى الدنيا هتبوظ. يبقى انت مع اني انا عملت انترنال كنترول سيستم وعملت سيجريجيشن ديوتيز، بس حصل كولوجن. كولوجن يعني تواطؤ ما بين الموظفين، وكذا واحد تواطؤوا مع بعض وسرقوا، ساعتها طبعا دول يضربوا اقوى انترنال كنترول، ان هيحصل تواطؤ ما بين الموظفين. فيبقى ده برضه ليميتيشن على انترنال كنترول. يبقى اول حاجه هيومن ايرور، تاني حاجه الكولوجن التواطؤ، تالت حاجه المانجمنت اوفررايد اوف كنترول، ودي مهمه جدا اتكلمنا عنها قبل كده. افتكر الكلمه دي، management override of control. management override of control معناها اننا عاملين control، ان مثلا مفيش حد او مثلا مفيش مثلا مفيش كاش او مفيش نقدية تتصرف غير مثلا بامضتين، امضت مثلا CFO والCEO، لما مثلا يكون مبلغ مثلا فوق العشرة مليون، يبقى فوق العشرة مليون احنا عاملين قاعدة كده، بتبقى حاجة اسمها authority matrix، authority matrix او delegation of authority، تمام. دي وثيقة كده جوه الشركة بنقول فيها ايه هي الليميتس بتاعت كل حاجة او كل transaction في الشركة، بتقسمها. هبشرح لك بعدين، هتيجي في وقتها الاوثوريتي ماتريكس او الديليجيشن اوثوريتي، هتيجي في وقتها. فاحنا قايلين والله يا جماعه ان اي بيمنت فوق ال 10 مليون محتاجه سي اف او زائد السي اي او. طيب مين اللي بيصرف البيمنت، او مين اللي بيصرف الفلوس؟ مثلا سي مثلا بتوع التريجري او بتوع البيبلز، بتوع الاكونتس بيبل. طب ما الاكونتس بيبل ده كمانجر، الاكونتس بيبل مانجر بيريبورت لمين؟ للسي اف او. طب تفتكر كده لو سي اف او قال للاكونتس بيبل مانجر اصرف البيمنت ده للشركه دي ب 13 مليون، 13 مليون ده مفروض فوق ال 10 مليون، مفروض السي اف او ما يديش اوثورايزيشن لوحده، مفروض السي اف او ومعاه سي او، بس السي اف او عشان هو المدير بتاع الاكونتس بيبل مانجر، يبقى ساعتها ممكن الاكونتس بيبل مانجر يقول له ايه كلام يا ريس، انا اذبح زكي قدره، يذبح زكي قدره، تمام. الراجل قال اصرف 13 مليون،
اصرف 13 مليون، انا مالي هو مدير. يبقى في كنترول عاملينه ان مثلا سي اوفر ليميت معين محتاجه ابروفل من هاير اوثوريتي، مثلا سي اف او زائد سي او، بس نتيجه ان سي اف او هو الماسك الليله كلها ممكن يقول الاكونتس بيبل مانجر اصرف المبلغ ده مع انه فوق الليميت. ده اسمه مانجمنت اوفر رايد اوف كنترول، ان المانجمنت بتتخطى الانترنال كنترول. فده طب ده موجود وبيحصل. فده الليميتيشن انترنال كنترول. افتكر احنا بنتكلم عليه، بنتكلم على على الحدود او القيود اللي بتبقى على الانترنال كنترول سيستم. يبقى قلنا الهيومن ايرور، قلنا هيومن ايرور، قلنا الكولوجن التواطؤ بين الموظفين، قلنا المانجمنت اوفر رايد اوف كنترول. ايه تاني ممكن الكوست بنفيت؟ الكوست بنفيت بتلعب دور كبير قوي. عندنا مشكله في الكنترول، او عندنا مشكله في اريا معينه، عندنا مشكله في اريا معينه. فالمشكله دي عشان نتلافى المشكله دي عايزين نعمل ديزاين لكنترول معين، فالكنترول ده ممكن يكون اوتوميتد كنترولز او ممكن يكون مانوال. مانوال مثلا ان انت هتعين حد زياده، او هتعمل بوزيشن زياده فهتضطر تعين له حد، او اوتوميتد كنترولز فهتضطر تعمل ديزاين في السيستم او تعمل كونفيجريشن في السيستم. سواء هتعين حد زياده عشان يبقى مانوال كنترول، او سواء هتلعب في السيستم فهيبقى فيه اوتوميتد كنترولز، الاثنين دول لهم تكلفه، ليهم كوست. فانت جيت شفت التكلفه بتاعه الكنترول. انا قلت مثلا والله انا عشان اعين حد سي مثلا هدفع له مثلا سي مثلا $100,000 في السنه، تمام؟ ده المرتب بتاعه مثلا $100,000 في السنه. او عشان اعمل سيستم تشينج هيكلفني مثلا $80,000 في السنه. فيبقى ده اسمه الكوست بتاع الكنترول. طب البنفيت اللي هاخدها، يعني انا لما اعين الشخص ده، او لما اعمل السيستم تشينج وهيكلفني $100,000 او $80,000، ايه البنفيت اللي هتجيلي من الكنترول ده؟ والله حسبت البنفيت، قلت ان انا كان عندي مشاكل وانا لما هطبق الكنترول ده هيجي لي بنفيت مثلا سي ب 30,000. هيجي لي بنفيت بكام؟ ب 30,000. يبقى حضرتك عايز تعمل كنترول ب 80,000 او ب 100,000 عشان تجيب بنفيت ب 30,000. يبقى ان شاء الله عملنا كنترول اصلا، تمام؟ يبقى ان شاء الله عملنا كنترول. يبقى ساعتها تخش في الكوست بنفيت. لو الكوست بتاعت الكنترول هتعدي البنفيت اللي هتيجي منه مش هيتعمل. وده يعتبر ليميتيشن او من القيود على الانترنال كنترول سيستم، تمام؟ يبقى اتكلمنا على هيومن ايرور، اتكلمنا على الكولوجن، اتكلمنا على المانجمنت اوفر رايد اوف كنترول، واتكلمنا على الكوست بنفيت، تمام؟ دول اشهر حاجات، دول من اشهر الليميتيشنز اللي موجوده على الانترنال كنترول سيستم، وهنتكلم عنها برضو شويه. يعني لو في حاجه سقطتها هنغطيها ان شاء الله لما نجي لها في الكتاب، هي لسه مش موجوده هنا، لما نجي لها ان شاء الله هنتكلم عنها. طيب بص يا سيدي، قال لك الاوبجكتيفز بتاعت الانترنال كنترول ثلاث حاجات: اوبريشنز، ريبورتنج، وكومبلاينس. الموضوع يعني باين من اسمه، يعني اوبريشنز هنتكلم في اي حاجه خاصه بالعمليات، ريبورتنج نتكلم على الريبورتنج سواء الفاينانشال ريبورتنج او حتى الانترنال ريبورتنج ككوميونيكيشن، والكومبلاينس الكومبلاينس مع القوانين عامه، سواء بقى قوانين يعني مثلا قانون الضرايب، ده طبعا قانون، يبقى كومبلاينس مع قانون الضرايب. مثلا قانون البيئه، تمام؟ الانفايرمنتال لو، ده يعتبر قانون، مش عارف، وهكذا، تمام؟ كومبلاينس حتى مع الانترنال لو، يعني او مش انترنال لو، مع الانترنال بوليسيز وبروسيدجرز، السياسات والاجراءات، ده يعتبر كومبلاينس. يبقى انت عندك اوبريشنز، انت بتشوف الانترنال كنترولز بيغطي لك حته الاوبريشنز، ريبورتنج، وكومبلاينس. ناخدها واحده واحده. الاوبريشنز زي ايه؟ اوبريشنز اوبجكتيفز ريليتنج تو اتشيفينج ان انتيتيز ميشن، عشان نحقق الميشن بتاعه الانتيتي. Appropriate objectives including improving financial performance، زي الفاينانشال، احنا نحسن الفاينانشال بيرفورمانس، البرودكتيفيتي، الانتاجيه، الكواليتي، الانوفيشن، والكاستمر ساتسفاكشن. كله يعتبروا ايه؟ تحت الاوبريشنز، تمام. حاجه ثانيه خلي بالك من الحته دي عشان مهمه.
انا قلت لك تعريف الانترنال كنترول ان هو بيحقق لك او بيديك ريزونبل اشورنس ان المانجمنت بتحقق الاوبجكتيفز بتاعتها في ثلاثه ارياز صح، اللي هم دي الاوبريشنز، الاوبريشنز والريبورتنج والكومبلاينس. في كتب، في كتب وكتب كتيره يعني مش قليله، جودت شويه يعني حطت التاتش بتاعها، عملت ايه؟ قالت بدل ما هم ثلاثه يبقوا اربعه. فايه الرابعه؟ السيف جاردنج اوف اسيتس، حمايه الاصول بتاعتك. السيف جاردنج اوف اسيتس تمام، حمايه الاصول بتاعتك تمام. فالسيف جاردنج اوف اسيتس في كتب خلتهم الحاجه الرابعه يعني الاوبجكتيف الرابع، بس تحت الكوزو هو حاجه تحت الاوبريشنز، والموضوع مش فارق قوي. بالعكس انا شايف ان هي تحت الاوبريشنز مش وحشه يعني، ما فيهاش حاجه تمام. فالسيف جاردنج اوف اسيتس انك تحمي اصولك، ده برضو يعتبر جزء من الاوبريشنز. زي ايه مثلا حمايه الاصول؟ انك مثلا يبقى عندك انفنتوري، عندك مخزون، ان يبقى عندك انترنال كنترول على المخزون كحمايه للاصول، ان مثلا المخزون ده محطوط في وير هاوسز، وير هاوسز مقفوله ومش اي حد له اكسس، واي حاجه بتطلع باذن، اي حاجه بتخش باذن، وبتحط في بتحط في السيستم كل الكلام ده، ده يعتبر سيف جاردنج اوف اسيتس. مثلا الاصول بتاعت الشركه زي مثلا المنشات والعربيات والكلام ده، كل ده يعتبر ايه؟ سيف جاردنج اوف اسيتس. ريبورتنج، الريبورتنج هنا ممكن يبقى قصده فاينانشال ريبورتنج، وممكن يبقى الانترنال ريبورتنج. يبقى الريبورتنج، الريبورتنج التقارير عامه او الريبورتس عامه تمام. الريبورتنج تو ميك ساوند ديسيجنز، عشان تعمل قرارات سليمه، ستيك هولدرز ماست هاف ريلايبل تايملي اند ترانسبيرنت فاينانشال انفورميشن. ستيك هولدرز، كلمه ستيك هولدرز غير ستوك هولدرز. ستوك هولدرز اللي هو حامل الاسهم، ستيك هولدرز هم اصحاب المنفعه. اصحاب المنفعه ده اي حد يعني. انا مثلا لما بشتغل مثلا في شركه، انا اعتبر ستيك هولدر ان انا عندي منفعه من الشركه دي. البورد يعتبر ستيك هولدر، راجل هيئه سوق المال اللي بتشرف على البورصه ومش عارف، تعتبر ستيك هولدر. يبقى الستيك هولدرز ماست هاف ريلايبل تايملي اند ترانسبيرنت فاينانشال انفورميشن. ريبورتس مي بي بريبيرد فور يوز باي ذا اورجانيزيشن and stakeholders. الريبورتات دي مين بيستخدمها؟ يا اما الاورجانيزيشن نفسها، يا اما الستيك هولدرز اصحاب المنفعه. والاوبجكتيفز ممكن تبقى لها علاقه بالفاينانشال اند نون فاينانشال ريبورتنج، الفاينانشال ريبورتنج او النون فاينانشال ريبورتنج، او انترنال او اكسترنال ريبورتنج. احنا بنتكلم على فاينانشال او نون فاينانشال، سواء انترنال جوه الشركه او سواء اكسترنال لخارج الشركه. الكومبلاينس، قلنا الكومبلاينس حسب اي حاجه، سواء اكسترنال كومبلاينس للتاكسيشن لو، انفايرمنتال، employees relations، employees relations زي قانون العمل. انت مثلا لما مثلا قانون العمل مثلا بيقول لك ان موظف له مثلا 20 يوم اجازه في السنه تمام، 20 يوم اجازه، انت لو ما عطتهملوش او تعسفت ان انت تدي له الاجازه بتاعته تمام، ده يعتبر مخالفه قانون العمل. او الحاجات الظريفه اللي احنا بنشوفها اللي هو يقول لك انت لو خدت اجازه يوم الجمعه، سوري لو خدت الجمعه، ده الجمعه اصلا اجازه، لو خدت اجازه يوم الخميس يبقى انت بتاخد بريدج، يبقى اليوم محسوب باثنين، كل الكلام ده يعني تضرب قانون العمل، فما ينفعش تمام. يبقى انت كمراجع داخلي تمام، او حتى انترنال كنترول، انترنال كنترول سيستم ده انت بتتكلم على الكومبلاينس مع اللوز كلها، سواء تاكسيشن، انفايرمنتال، امبلويز زي الليبر لو وهكذا، او كومبلاينس مع انترنال بوليسيز والبروسيدجرز تمام، السياسات والاجراءات بتاعه الشركه تمام. الراجل عطاك كده زي كده ايه، انت تفتكر ال او ار سي اللي هي الاوبريشنز ريبورتنج كومبلاينس، مش لازم تفتكرها يعني، هي مش هي صغيره اصلا يعني، اوبريشنز ريبورتنج كومبلاينس محتاجه ان انت تعرف لها بتاع يعني. طيب شويه كده بوينتس مهمه على انترنال كنترول. Internal control system is more likely to provide reasonable assurance of achieving reporting and compliance objectives than the operational objectives. Internal control بيديك reasonable assurance أكتر على reporting and compliance أكتر من الoperational. الoperational بتختلف حسب كل الoperation، بتبقى tailored شوية. الoperation بتبقى حسب يعني العمليات بتاعت الشركة تمام. برضو مش معنى ان انت مش معنى ان الانترنال كنترول مش بيحقق لك الاوبجكتيف بتاعت الاوبريشنز، بس اغلى او الانترنال كنترول بتشوفه اكتر في الريبورتنج والكومبلاينس
اكتر من الاوبريشنال، بس برضه الاوبريشنال فيها انترنال كنترولز، وكلنا احنا لو احنا كنا بنشتغل في انترنال اوديت وعارفين ان الاوبريشنز لها انترنال كنترولز تمام، وكلنا بنعمل تيستينج على الانترنال كنترولز بتاعت الاوبريشنز. Reporting and compliance objectives are responses to standards established by external parties such as regulations. In reporting with compliance أو بيبقى رد فعل نتيجة standards أو قوانين حد خارجي عاملها، زي مثلا قوانين الدولة taxation, environmental, labor law أو حاجات داخلية policies and procedures بتاعت الشركة. However, operational effectiveness may not be within the entity's control because affected by human judgment and many external factors. لكن operations ممكن تبقى مش سهل قوي ان انت تقيس الكومبلاينس او مش سهل انك تقيس الافكتيفنس بتاعتها، فالoperational بيبقى فيها human judgment. عشان كده بقول لك ان الانترنال كنترول بيبان اكتر في الريبورتنج والكومبلاينس. تاني مش معناها ان الاوبريشنال ما فيهوش انترنال كنترول، في انترنال كنترول بس هو عشان بيعتمد اكتر على الهيومن جادجمنت، ان كل اوبريشن بتاع كل شركه بيختلف عن الشركه الثانيه. يعني المراعي بتاعت الزبادي غير فودافون بتاع الاتصالات تمام، المراعي غير عم حماده بتاع اللبن اللي على اول الشارع. يعني المراعي ده بيعمل زبادي وعنده لبن او بيعمل لبن، برضو عم حماده عنده زبادي وعنده لبن، بس في فرق في السكيل، ده شركه كبيره وده محل صغير. فحتى الاوبريشنال اوبجكتيفز بتاعت حاجه في نفس الاندستري ممكن تختلف بالسكيل. طيب احنا خلصنا تعريف الانترنال كنترول، خلصنا تعريف الانترنال كنترول، نخش في الكمبيوتر الانترنال كنترول. بس قبل ما اخش في الكومبوننت بتاع الانترنال كنترول، في حاجه مهمه جدا جدا قبل ما اخش في الكومبوننت لازم اقولها. مين اللي بيعمل الانترنال كنترول سيستم؟ المانجمنت، صح؟ انا كانترنال اوديتور، يعني خلي بالك من حاجه، انا في اليونت ده انا بدرس الانترنال كنترولز فريم وركس، صح؟ هل انا كانترنال اوديتور انا بعملها؟ لا. يعني مين اللي بيعمل الانترنال كنترول سيستم حسب الكوزو؟ المانجمنت، مش انا كمراجع داخلي. خلي بالك اوعى تنسى درس الاندبندنس، انا ما ينفعش اعمل ديزاين للانترنال كنترول سيستم. انا بشوف الانترنال كنترول سيستم ظريف ولطيف وكديزاين واوبريتنج افكتيفنس ماشي وكويس حسب الكوزو ولا لا، لكن مش انا اللي بعمل ديزاين. خلي بالك الكوزو فريم ورك مين اللي بيستخدمه؟ زي ما انا بستخدمه ككرايتيريا عشان اعرف الدنيا ماشيه ظريفه ولا لا، المانجمنت بتستخدمه عشان تعمل ديزاين للانترنال كنترول سيستم. يبقى مين اللي بيعمل ديزاين للانترنال كنترول سيستم؟ الشركه مش الانترنال اوديتور. انا بعملش الديزاين. مين الاونر بتاع الكنترول؟ مش الانترنال اوديتور. ودي حاجه تانية فيها لخبطه، في ناس كتيره بتتلخبط ما بينها، يقول لك انا انترنال اوديتور فانا مسؤول عن الانترنال كنترول. لا، انت مش مسؤول عن الانترنال كنترول، المانجمنت هي المسؤول عن الانترنال كنترول مش انت. انت بتشوف انت جزء من شغلك ان انت بتشوف الانترنال كنترول شغال كويس ولا لا، بس مش انت اللي بتعمله. ده بالنسبه للانترنال كنترول وحته مين المسؤول عن ايه. الكومبوننتس بتاعت الانترنال كنترول حسب الكوزو، الكومبوننتس بتاعت الانترنال كنترول حسب الكوزو. بص يا سيدي، الكوزو قال لك ان اي انترنال كنترول سيستم في خمسة كومبوننتس. في ايه؟ خمسة كومبوننتس. الخمسة دول لازم يحافظوا زي اسمك، لازم يبقوا عارفين زي اسمك، مهمين جدا جدا. بالترتيب: control environment, risk assessment, control activities, information and communication، وايه؟ والmonitoring. الكتاب حب يجود فقال لك احفظهم بكلمة crime، وقال لك كرايم دي بتتعمل ازاي، يعني او ايه التفاصيل بتاعتها. بلاش، انا بقول لك بلاش لسبب، انا يهمني انك تعرف الترتيب ده، مش الترتيب ده، الترتيب ده غلط. ترتيب كلمه كرايم ده ترتيب خاطئ، مالكش دعوه بيه. الكتاب عملها لك عشان يسهل لك الموضوع، بس انا شايف ان ده غلط. تمام، الترتيب مهم. ايه ده، هو يفرق الترتيب؟ اه يفرق الترتيب، الترتيب مهم.
اي او يبقى الكوزو قال لك ان الانترنال كنترول سيستم فيه خمسه كومبوننتس، فيه خمس عناصر. اول عنصر اسمه الكنترول انفايرمنت، بيئه الرقابه. تاني عنصر اسمه ريسك اسسمنت، تقييم المخاطر. تالت عنصر اسمه كنترول اكتيفيتيز، انشطه الرقابه. العنصر بعديه انفورميشن كوميونيكيشن، مش عارف اسمها بالعربي، انفورميشن كوميونيكيشن يعني المعلومات وتبادل المعلومات، ممكن تبقى ممكن يبقى اسمها كده مش فاكر اسمها ايه. وخامس حاجه المونيتورنج اللي هي ايه برضو مش فاكر اسمها بالعربي، مونيتورنج اللي هي زي الرقابه او المتابعه، ممكن يبقى اسمها متابعه. تمام، نقطه مهمه عشان في حد يتكلم عن النقطه دي في في على الجروب بتاع الفيسبوك. انا للاسف للاسف ما عنديش ترجمه لكل الكلمات للاسف. انا درست الحاجات دي كلها بالانجليزي، يعني حتى في دراستي كنت بالانجليزي، انا كنت تجار انجليزي. تمام، ولما طلعت اشتغلت بالانجليزي وخدت السي اي اي بالانجليزي، فانا بحاول اترجم لك بيزد على فهمي. يعني انا يعني مثلا انفورميشن كوميونيكيشن اكيد ليها مرادف بالعربي في السي اي اي اللي بالعربي، واكيد ليها مصطلح. انا للاسف ما عنديش كل المصطلحات العربي. تمام، ده قصور مني، ده مش حاجه حلوه فيا يعني. تمام، مش بقول لك ان انا كده حلو وجميل، لا، انا للاسف ما عنديش كل المصطلحات اللي بالعربي. هفهمك الدنيا ماشيه ازاي بالعربي بس ما عنديش المصطلحات، فدي حاجه، دي مشكله عندي انا، بس للاسف ده اللي موجود يعني. تمام، انا مش عارف اعمل ايه. تمام، للاسف يعني. تمام، فانا بعتذر لو انا ما عنديش كل المصطلحات اللي بالعربي اللي حضرتك ممكن تبقى مستنيها بمعنى صح. طيب، يبقى الخمسه كومبوننتس مهمين جدا، مهمين حتى في ترتيبهم، مهمين في ترتيبهم، ده الترتيب الصحيح. اول حاجه كنترول انفايرمنت، بعد كده ريسك اسسمنت، بعد كده كنترول اكتيفيتيز وانفورميشن كوميونيكيشن مونيتورنج. دول الخمس عناصر بتاع انترنال كنترول. تاني، الانترنال كنترول بتاع مين؟ بتاع الشركه. الخمسه دول مش عندي كمراجع، انا ماليش دعوه بدول، انا بشوف دول موجودين ولا لا، انا بشوف دول موجودين ولا لا، لكن الخمسه دول عناصر الانترنال كنترول. اللي مين اللي بيعمله؟ الشركه، المانجمنت هي اللي بتعمله للشركه مش انا. انا بشوف الخمسه دول موجودين ولا مش موجودين. تمام، يبقى الكوزو تمام قالت لك والله يا باشمهندس انت اي انترنال كنترول سيستم فيه خمس عناصر. اول عنصر كنترول انفايرمنت، وخلي بالك ده اهم عنصر عشان كده جايبه في الاول. عشان بص في البتاع الغريبه اللي هو عاملها هنا دي جايبها لك اخر حاجه، لا، الكنترول انفايرمنت هي اول عنصر واهم عنصر وفي الترتيب هي اول واحده، وبعد كده ريسك اسسمنت، وبعد كده كنترول اكتيفيتيز، وبعد كده انفورميشن كوميونيكيشن، وبعد كده مونيتورنج. بص يا سيدي، الكنترول انفايرمنت هي بالعربي اسمها بيئه الرقابه، هي اهم عنصر، هي اهم عنصر في الانترنال كنترول سيستم، هي اهم كومبوننتس، هي اهم كومبوننتس، هي بنسميها الفاونديشن او الكي او كان بيسميها ايه، او بيسموها هي اللي بتحدد التون اوف ذا انترنال كنترول سيستم. ان هو حتى يعني في الكتاب هتلاقيه مكتوب كده، بيقول لك مكتوب هي sets the tone of the internal control system. يبقى control environment هي اللي بتحط التون، بتحط الاتجاه العام بتاع internal control system. يعني بمعنى اصح internal control system لو control environment مضروب ففي الاغلب internal control system مضروب. ان الكنترول انفايرمنت هو اهم عنصر في الانترنال كنترول سيستم. تاني، الانترنال كنترول سيستم فيه كام عنصر؟ خمس عناصر. الكنترول انفايرمنت، ريسك اسسمنت، كنترول اكتيفيتيز، انفورميشن كوميونيكيشن، ومونيتورنج. اول واحد واهم واحد هو ايه؟ الكنترول انفايرمنت، هو اهم واحد، هو اللي بيحط التون بتاع الانترنال كنترول سيستم، هو الفاونديشن، هو الاساس، هو يعني إن صلح فغالبا صلحت العناصر الأخرى، وإن فسدت فغالبا فسدت العناصر الأخرى. بقول غالبا مش لازم،
يعني ممكن وممكن، بس بقول في الاغلب. تمام، الكنترول انفايرمنت هي بيئه الرقابه، هي بيئه الرقابه هي اللي بتحدد الانترنال كنترول كومبوننتس اللي على مستوى الانتيتي اوفر اول، على مستوى الانتيتي اوفر اول. بص يا سيدي، للاسف حاجه تانية برضو هضطر احيد منها من الكتاب، تمام، هشرحها بطريقه مختلفه شويه عن الكتاب، بس ده لمصلحتك انت، تمام، يعني لمصلحتك انت هشرح لك الكنترول انفايرمنت بطريقه مختلفه شويه عن الكتاب. الكتاب قال لك ان في 5 principles للكنترول انفايرمنت. الكتاب كده كده بصراحه هو الكتاب مش غلطان، بس الكتاب شرحها بطريقه مختلفه شويه عن حتى الاسئله بتيجي ازاي. الكنترول انفايرمنت ليها حاجه اسمها سب كومبوننتس، الكنترول انفايرمنت ليها حاجه اسمها سب كومبوننتس اللي هم مسميين هنا برينسيبلز، هو هنا مسميها 5 برينسيبلز، انا بسميهم او مش انا الكود نفسها بتسميهم سب كومبوننتس. تمام، والكلام ده عشان بتوع السي بي اي بيدرسوه بالتفصيل شويه، ان هم بيمضوا على الكلام ده، تمام، فبتوع السي بي اي يعني ايه، يعني بيدرسوه بالتفصيل ممل. فانا هشرحها لك زي ما الكود شرحها بالظبط، تمام، يعني هنا الكتاب شرحها لك بطريقه انا بصراحه مش بستظرفها، فهحاول اشرحها لك بطريقه مختلفه شويه. هنا هو قال لك في 5 principles، انا هسميهم 7 sub components. 7 ايه؟ sub components، يعني هو قال لك انت عندك components للانترنال كنترول 5، صح؟ في بقى sub يعني فرعي، فالكنترول انفايرمنت اللي هي اول كومبوننت فيها 7 سب كومبوننتس، تمام، فيها 7 سب كومبوننتس. افتكر السبعه دول، افتكر الكلمه دي اي سي هامبو. اي سي هامبو ايه كلمه اي سي هامبو دي؟ هم دول السبعه سب كومبوننتس بتوع الكنترول انفايرمنت. وعلى فكره السبعه دول هو الراجل شارحهم هنا في الكتاب، بس هو شارحهم دامك حبة في بعض وعامل يعني عامل شوية شقلبازات كده، تمام؟ هو شارحهم كلهم، يعني هو الراجل شارحهم كلهم، بس شارحهم بطريقة مختلفة شوية عن الكوزو ما هي شرحها. فأنا حابب إن أنا أشرحها لك بطريقة الكوزو. يبقى أنت عندك 7 سب كومبوننتس، أي سي هامبو، أي سي هيتش، تمام؟ أي إم بي أو، أي سي هامبو. افتكر الكلمه دي مهمه جدا 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 جدا. يبقى الكنترول انفايرمنت فيها 7 سب كومبوننت. ايه هم 7 سب كومبوننت؟ الاي سي هامبو، اي سي هامبو، اي انتجريتي اند ايثيكال فاليو، اي انتجريتي اند ايثيكال فاليو، سي كوميتمنت تو كومبيتنس، اتش هيومن ريسورسز بوليسيز اند بروسيجرز، A, assignment of authority and responsibility. M, management philosophy and operating style. B, board of directors and or audit committee participation. O, organizational structure. تاني، 7 subcomponents. 7 subcomponents. IC humble. السبعه دول هم بيتكلموا على كنترولز على مستوى الانتيتي اوفر اول، تمام. اول واحده هم 7 اللي هم اي سي هامبو، اي انتجريتي اند ايثيكال فاليو، يعني معناها ايه؟ هل الشركه فيها انتجريتي وايثيكال فاليو ولا لا؟ هل الشركه فيها اخلاقيات ونزاهه ولا لا؟ وده بيجي ازاي؟ بيجي عن طريق ان الشركة يكون عندها code of conduct او code of ethics. code of conduct اللي هو ميثاق الاخلاقيات او ميثاق العمل. اي شركة محترمة، تمام، مفروض يبقى عندها حاجة اسمها code of conduct او code of ethics، ميثاق الاخلاقيات او ميثاق العمل. ده بيبقى document كده ظريفة بتقول والله ان احنا شركتنا
بتقوم على الاثكس وعلى الاحترام وعلى الريسبكت ومش عارف على ايه، ان احنا ما عندناش مثلا اي ديسكريميشن، ما عندناش اي مثلا، ما عندناش مثلا اي ان ايثيكال بيهيفير، ما فيش اي هراسمنت، ما فيش اي بولينج، تمام، كل الحاجات الظريفه دي، البولينج يعني مثلا البلطجه، هراسمنت اللي هي التحرش، الديسكريميشن اللي هو العنصريه، فكل الكلام ده بيتحط في ايه؟ في وثيقه كده. والكود اوف كوندكت ده المفروض البورد اوف دايركتورز هو اللي بيصدره، هو اللي بيصدق عليه، وبيبقى كوميونيكيتد لكل الموظفين، بيبقى كوميونيكيتد لكل الموظفين، وحتى الموظفين الجداد اللي بيخشوا في الشركه جزء من اللي بنسميها الاندكشن كورس. الاندكشن كورس اللي هو التعريف بالشركه، اي موظف جديد بيخش الشركه بيبقى له حاجه اسمها اندكشن، اندكشن اللي هو التعريف بالشركه، تمام؟ جزء من الاندكشن كورس لازم على الكود اوف كوندكت، لازم، ما ينفعش يعني. حتى انت كانترنال اوديتور لما بتيجي تراجع على الهيومن ريسورسز سايكل او بروسيس، بتشوف الاندكشن كورس وبتاكد ان هل الاندكشن كورس فيه كود اوف ايثكس ولا لا، وهل الناس اللي هم النيو امبلويز مضوا وعملوا اكنولجمنت ان هم شافوا الكود اوف كوندكت، وذي اكنولج ان هم دي اجري مع كل التيرمز بتاعه الكود اوف كوندكت ولا لا، تمام. ده الناحيه الثانيه. انا هنا بتكلم على المانجمنت بتعمل ايه، لو قلت لك عليه من شويه ده انت ازاي بتراجعه، تمام. يبقى الانتجريتي والايثيكال فاليو، ان انت يبقى عندك انتجريتي وايثيكال واثكس جوه الشركه عن طريق ان انت بتعمل كود اوف كوندكت او كود اوف ايثكس، والكود اوف كوندكت وكود اوف ايثكس ده بيتم اصداره، مش اصداره بس، وتوزيعه على الموظفين والفولو اب. انت بتاكد على طول، بتاكد على الموظفين يا جماعه الكود اوف كوندكت، وفي حتى في شركات بتعمل ريجولر تريننج على الكود اوف كوندكت او كود اوف ايثكس، عشان تتاكد الموظفين لسه اوير بايه، بالحاجات اللي عندنا. ده اول حاجه الانتجريتي والايثيكال فاليو اللي هي الاي. سي كوميتمنت كومبيتنس معناها ان الشركه يكون عندها سياسات ان اللي يشتغل حاجه يكون كفء ليها. كومبيتنس يعني الكفاءه المهنيه او الكفاءه العمليه. كومبيتنت، كلمه كومبيتنت معناها ان انت يبقى عندك كفاءه ان انت تعمل حاجه، تمام. فمعناها ايه كومبيتنت كومبيتنس؟ معناها ان المحاسب مثلا، محاسب التكاليف يبقى فاهم في التكاليف، مش جايبين محاسب كده من على قهوه لولح اللي على اول الشارع، تمام، والراجل جاي يشتغل محاسب تكاليف اللي هي حته مهمه في الشركه، تمام، او جايب لك مثلا دكتور اسنان ومشغله مثلا مدير حسابات، تمام. دي اسمها commitment to competence. يبقى تاني حاجه في الكنترول انفايرمنت هي الكومبيتنس، ان ازاي احنا بنخلي كل مهنه او كل وظيفه في الشركه ليها او اللي بيشتغلها له عنده القدره المهنيه انه يشتغلها. طب دي بتشوفها ازاي؟ عن طريق job descriptions. مهمه جدا job descriptions. انت لما تيجي تشوف حاجه زي كده بتشوف job description، يعني هل كل وظيفه لها job description ولا لا، وjob description هل بيغطي الريكويرمنتس بتاعت الوظيفه ولا لا. اي مثلا محاسب التكاليف مفروض مثلا ان هو يبقى راجل عنده experience في التكاليف، تمام، يكون طبعا خريج محاسبه، يكون CMA، تمام، مثلا يعني حتى بتوع التكاليف بتوع CMA بياخدوا تكاليف لحد ما بيتنفخوا، تمام، فيبقى مثلا يكون CMA. فانت بتحط job description بتقول يا جماعه مثلا محاسب التكاليف بيبقى مثلا اكسبيرينس كذا، خريج كذا، معاه مثلا شهاده كذا، بيعمل دي حاجات بتاعته دي، تمام. فدي حاجه من الحاجات انت بتغطي بيها حته الكوميتمنت كومبيتنس. يبقى تاني حاجه. تالت حاجه، يبقى احنا كده خلصنا الاي اللي هي انتجريتي ايثيكال فاليو، سي كوميتمنت كومبيتنس، اتش هيومن ريسورسز بوليسيز اند بروسيدجرز، السياسات والاجراءات بتاعت الاتش ار، بتاعت الاتش ار. ليه ركزنا على الاتش ار بالذات؟ عشان هي اللي بتنظم كل الناس اللي بتشتغل جوه الشركه. ما هو المحاسب بيتبع لسياسات الهيومن ريسورسز، المهندس اللي في الشركه بيتبع لسياسات الهيومن ريسورسز، الاوفيس بوي بيتبع لسياسات الهيومن ريسورسز،
كل الموظفين اللي جوه الشركه بيتبعوا لسياسات الهيومن ريسورسز. يبقى تالت حاجه او تالت عنصر في الكنترول انفايرمنت اللي هو الهيومن ريسورسز اند بروسيجرز مهمه جدا. دي بقى من اول حاجه في الـ في الـ في الـ في الهيومن ريسورسز، من اول ما بتقول ازاي بنعين، يعني الريكروتمنت بوليسي يعني ازاي بنعين. تمام، ايه مثلا هقول لك انا مثلا، طبعا الكلام ده بيبقى له تفاصيل يعني. تمام، يعني انا مش هقول لك كل التفاصيل دلوقتي، بس يعني هقول لك مثلا اكزامبلز كده معينه. يعني مثلا الريكروتمنت بوليسي، الريكروتمنت بوليسي المحترمه ان انت بيبقى فيه اوبننج، تمام، والاوبننج دي او في اوبن بوزيشن، تمام، في منصب مفتوح، تمام، فانت بتعمل له اعلان، والاعلان ده مفروض بيتحط انترنالي في الشركه عشان عايز يقدم جوه الشركه، وبيتحط اكسترنال، تمام، ومفروض ان كل السي فيهات او كل الحاجات بتروح دايركتلي للاتش ار، والاتش ار بيفلتر السي فيهات حسب الجوب ديسكريبشن، وبيبقى ومفيش المفروض الريكروتمنت بوليسي ما بيبقاش فيها بقى اعتبار لاي باك جراوند. يعني المفروض مثلا ما ينفعش تقول انا هعين واحد مثلا جنسي بيزد على الجنسيه، انا عايز اعين مصري، لا انا عايز اعين اردني، لا انا عايز اعين كويتي، لا الريكروتمنت بوليسي الصحيحه مفروض ما تاخدش في اعتبارها الجنسيه، او تاخدش في اعتبارها نوع الشخص، هل هو ذكر ولا انثى، تقول لا انا عايز اعين رجاله، انا عايز اعين ستات، او عايز اعين مش عارف واحد ساكن في الحته دي، او مثلا واحد في مش عارف اصل ده ساكن في الحته دي فشكله بيئه، او ده ساكن في الحته دي فشكله كلاس. تمام، لا كل الهرتله دي او كل الحاجات الهبله اللي احنا بنشوفها دي، كل ده مش كل ده مفهوم مش تبع البيست براكتس او الليدنج براكتس اللي ايه الريكروتمنت بروسيس. تمام، طبعا في حاجات بتبقى غصب عننا، زي مثلا في دول معينه تقول لك لازم تعين نسبه معينه من المواطنين. يعني اغلب دول الخليج كده، يعني مثلا سواء السعوديه، الكويت، قطر، امارات، يقول لك انت مثلا عشان تعين، تمام، لازم تعين مثلا 50% من المواطنين و 50% من الاجانب. دي ما تعتبرش ديسكريميشن، يعني انت دخلت في قانون دوله، الراجل دي دولته هو حر، تمام. لكن انت مثلا لو بتتكلم مثلا في دوله جوه مصر مثلا، تمام، او دوله مثلا دوله اجنبيه او دوله عاديه، الدول المتقدمه، المفروض ان انت ما بتقولش انا عايز اعين جنسيه معينه، او عايز اعين مثلا حاجه معينه، او حاجه مهمه جدا عايز اعين ديانه معينه، انا عايز اعين الديانه دي ومش عايز اعين الديانه دي، وكل الهبل اللي بنشوفه ده، تمام، كل ده مفروض اوت. ده ريكروتمنت. بعديها حته الكومبنسيشن. طيب اللي هيتعين ده يتعين ازاي؟ يعني السالري براكت بتاعه. فبرضه من الهيومن ريسورسز بروسيجرز ان كل سالري او سوري كل ليفل او كل بوزيشن له حاجه اسمها سالري براكت. سالري براكت يعني ما ينفعش محاسب بياخد مثلا سي مثلا 10,000 في الشهر، ومحاسب جنبه بياخد 20,000 في الشهر، والاثنين بيعملوا نفس الحاجه. دي اسمها هرتله. في حاجه اسمها سالري براكت، يعني مثلا السينيور اكاونتنت اللي هو المحاسب اللي عنده اكسبيرينس سينيور اكاونتنت، ممكن تقول في براكت، مش هقول لك ياخدوا زي بعض بالظبط، ممكن واحد مثلا يكون واحد مثلا معاه سي ام اي والتاني معهوش، فانت عايز تفضل اللي معاه شهاده عن اللي معهوش، بس مش الدبل. فانت ممكن تقول والله البراكت بتاع السينيور اكاونتنت مثلا سي مثلا من 8 ل 11، من 8 ل 11، فممكن مثلا بتاع السي ام اي تديله 11، واللي معهوش سي ام اي تديله 9، تديله 8، يبقى في براكت لكل بتاع. ده من سياسات والاجراءات بتاعت الهيومن ريسورسز. يبقى احنا كده خلصنا ريكروتمنت، خلصنا مثلا الكومبنسيشن، خلصنا دخلت في الاندكشن اللي انا كلمت عنه من شويه، ان لازم يكون في اندكشن للموظف، خلصت الاندكشن، التريننج تبع الاتش ار، التريننج، بعد كده السالري ريفيو والبونص تبع الاتش ار، التيرمينيشن تبع الاتش ار، ان انت لو عايز تمشي حد، الناس مش شغاله عبيد عندك، تجيبهم وقت ما انت عايز وتمشيهم وقت ما انت عايز. في تيرمينيشن بروسيس، يعني حتى برضو في الدول المحترمه بيبقى في حاجه اسمها فيرست وورنينج
او first verbal warning second warning بعد كده مش عارف first written written مش عارف written warning letter بيبقى في وفي حاجه اسمها بيسموها performance plan باين او performance improvement plan تمام للموظف قبل بقى ما تقني بيبقى في كذا layer او في كذا مرحله قبل ما تقول للراجل لا شكرا بقى انت واضح ان انت ما ينفعناش فمش هينفع تكمل معانا يبقى انت بتعدي على بتعدي حسب بروسس معينه مش اللي هو انا النهارده طلبتني الراجل ده ما يكملش معايا فهمشيه بكره لا مفيش كلام من ده فكود يعتبر من السياسات والاجراء بتاعه الهيومن ريسورسز يبقى تالت حاجه الهيومن ريسورس بروسيسز مهمه جدا ان هي اللي بتاثر على الناس في الشركه اوفرول يبقى كده خلصنا الاي سي اتش اي assignment of authority and responsibility العنصر الرابع اللي اتكلمنا عنه من شويه اللي هو زي الاوثوريتي ماتريكس او الديليجيشن او الديليجيشن اوف اوثوريتي دي ال اسمها ايه assignment of authority and responsibility معناها ان لازم جوه الشركه كل واحد يبقى عارف هو بيعمل ايه ك authority يعني مثلا هقول لك على حاجه مشهوره جدا هقول لك على حاجه مشهوره جدا الديسكاونت لو احنا شركه بنبيع حاجات مثلا بنبيع مثلا ثلاجات الديسكاونت مين عنده الصلاحيه انه يدي ديسكاونت والله انت كشركه ممكن تقول مثلا الشباب مثلا اللي واقفين الشباب اللي واقفين في المعارض في معارض البيع ممكن اديهم اوثوريتي ان هم مثلا لحد 3% اكتر من 3% لازم يروح للبرانش مانجر لمدير الفرع تمام مثلا من 0 ل 3 السيلز مان اللي هو الشاب اللي بيبيع من 3 مثلا ل 6 تقول مثلا لا ده برانش مانجر اكتر من 6 مثلا من 6 ل 10 تقول مثلا للاريا مانجر او مثلا مش عارف كذا اكتر من 10 لا لازم تروح للسي اف او تمام ده مثال انا بكلمك على حاجه عبيطه على الديسكاونت خد بقى على دراسة القصه دي على كل حاجه في الشركه مين اللي عنده صلاحيه انه مثلا انه عين حد هل مثلا انا كمحاسب صغير ممكن بكره اعين واحد صاحبي ولا لازم التعيينات تبقى باثوريتي معينه يعني مثلا هل مثلا السي اف او ينفع يعين حد في الحاجه في مثلا في القطاع الهندسي لا ان القطاع الهندسي مش بيريبورت اصلا للسي اف او القطاع الهندسي بيريبورت مين للسي او او الشيف اوبريتنج اوفيسر لكن مثلا الفاينانس هما هل ينفع السي او او السي او او الشيف اوبريتنج اوفيسر يعين محاسب لا ان الفاينانس بيريبورت للسي اف او يبقى مين بقى اللي يقول ان كل مدير مسؤول عن تعيينات اللي في القسم بتاعه مين اللي يقول ان مثلا اللي عايز يدي ديسكاونت ده الليمت بتاع الديسكاونت مين اللي يقول ان مثلا البيمنتس من لحد مثلا نص مليون مثلا مدير الخزينه هو اللي بيصرفها اكتر من نص مليون لازم ابروفال من الشيف اكاونتنت اكتر من 5 مليون لازم ابروفال من السي اف او اكتر من 10 مليون لازم ابروفال من السي او مين اللي بيقول الكلام ده ورقه كده ظريفه اسمها ديليجيشن اوف اوثوريتي او اوثوريتي ماتريكس سميها زي ما تسميها فين بقى ده في الكنترول انفايرمنت هو العنصر الرابع اللي هو اسمها ايه assignment of authority and responsibility ازاي بتعمل assignment of responsibility ازاي بتدي كل واحد المسؤوليات assignment of authority and responsibility تمام عن طريق ال authority matrix او ال delegation of authority يبقى كده خلصت ال I C A H I C humble يبقى I C H A تمام خامس عنصر ال M management philosophy and operating style دي مهمة جدا المانجمنت فلوسفي اوبريتنج ستايل كل اداره مختلفه عن الثانيه انت كانترنال كنترول سيستم بتتاثر بالمانجمنت فلوسفي اوبريتنج ستايل في اداره بتبقى اجريسيف وفي اداره بتبقى كونسرفاتيف يعني ايه اجريسيف وكونسرفاتيف كونسرفاتيف يعني متحفظه يعني مثلا مش اي فرص استثماريه بتخش فيها بتعمل حساب كل حاجه وفي اداره ثانيه اجريسيف معناها ايه يعني ريسك تيكر تاخد مخاطره قشطه مش عارف بتقول مثلا يقول لك مثلا ده في ما تيجي نفتح فرع مثلا في مش عارف مثلا في خميس مشيط تمام
في حته في السعوديه، تمام، في خميس مشيت. ايوه بس دي حته صغيره ومش عارف ايه، يا عم تعالى يا عم، يلا يا عم افتح فرع، تمام، ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. ده اجريسيف، ده ريسك تيكر، ده مختلف عن الكونسرفيتيف. الاداره الكونسرفيتيف، الاداره الكونسرفيتيف تقول لك يا عم لا، خميس مشيت ممكن تبقى منطقه ما فيهاش كثافه سكانيه عاليه، وممكن الفرع مش عارف ما يشتغلش، لا احنا ممكن نهدى شويه، وممكن مثلا لا ممكن ما نفتحش فرع هناك. لو لو عايزين حاجه نبعتها خميس مشيت، ممكن نبعتها من جده، تمام. ده يبقى دي اداره كونسرفاتيف شويه، مش ريسك تيكر. هل ده ياثر على الكنترول انفايرمنت؟ طبعا. ما هو الاجريسيف، بيبقى عايز ياخد، على فكره مش معناها ان ده حلو وده وحش وده وحش ده حلو، لا، دي مانجمنت فلوسفي اوبريتنج ستايل، ده كل واحد بطريقه ادارته. بس ده بيأثر على انترنال كنترول، ده بيأثر على انترنال كنترول، وبتشوفها كتير حتى في الشركات. تلاقي مثلا واحد سيلز مانجر مثلا، تقول له مثلا كانترنال كنترول سيستم وبروسيدرز، وتقول له فين يا عم الكوتيشن، وهل الكوتيشن ابروفد، وهل في فيزيبيلتي ستادي ان احنا نخش في مش عارف ايه. يقول لك يا عم فيزيبيلتي ستادي مين يابا، احنا عايزين هيت اند ران. يعني ايه هيت اند ران؟ يعني عايز تخش في ماركت بسرعه عشان تنجز وتاخد ماركت شير. دي فلسفي. وعلى فكره ممكن الراجل يبقى زي الفل، وممكن الراجل يبقى عنده حق ويحقق بروفيت شير، يحقق ماركت شير ظريف جدا والشركه تكبر، بس هيبقى طريقته في الاداره مختلفه عن واحد تاني كونسرفاتيف بيهفلط شويه وعايز يشوف كل حاجه. دي طريقه تانية، فده هياثر على الانترنال كنترول سيستم. يبقى دي العنصر الخامس اللي هو المانجمنت فلوسي اوبريتنج ستايل. العنصر السادس اللي هو البي، بورد اوف دايركتورز اند اور اوديت كوميتي بارتيسيبيشن. مهمه جدا. ما هو البورد اوف دايركتورز او اند اور اند الاوديت كوميتي، لو هم اكتف وبيجتمعوا، وتلاقي مثلا البورد اوف دايركتورز فيه على الاقل كوارتر ميتنجز، على الاقل طبعا اي شركه في اي شركه محترمه على الاقل البورد اوف دايركتورز بيجتمع يعني ماكسيمم كل 3 شهور، ان لم يكن كل شهر. يعني في شركات كل شهر، كل شهر بتبقى كتيره شويه، بس الاغلب او معظم الشركات بيجتمعوا، كل البورد دايركتورز بيجتمع ماكسيمم كل 3 شهور، تمام. انا بتكلم على البورد دايركتورز او الاوديت كوميتي. طب في فرق لو الشركه بورد، انت حتى باللوجيك كده، لو شركه البورد دايركتورز بيجتمع كل 3 شهور واكتف وبيروح وبيجي وبيشوف، والمينتس والمحاضر مجلس الاداره فيها سكشن الفولو اب، وبيشوف النقط النقط البندنج من الاجتماع اللي فات، تمام، وبيتابع وبيجيب وبيجيب الاكزيكتيف ده بيقول له انت عملت ليه كذا وعملت ليه كذا، هل تفتكر هيبقى عندك نفس الانترنال كنترول بيرسبشن او انفايرمنت زي مثلا بورد اوف دايركتورز تاني عايشين في ميه البطيخ بقى لهم مثلا 6 شهور ما اجتمعوش، والمينتس اصلا عباره عن صفحه كده، نص صفحه معفنه كده، مش ما فيش حاجه فيها مكتوب عليها القيمه، والدنيا ماشيه في البلاله خالص؟ لا، يبقى البورد اوف دايركتورز اند اور اوديت كوميتي بارتيسيبيشن مهم وبيأثر في الكنترول انفايرمنت. ده العنصر السادس اللي هو البي. اخر عنصر، اللي هو الاو، الاورجنايزيشنال ستراكشر. بيفرق يعني ايه اورجنايزيشنال ستراكشر؟ شكل المنظمه نفسها. ما انت عندك الفلات انفايرمنت، عندك الفلات كومبانيز او فلات ستراكشر غير التول، تمام. للاسف الكلام ده مش مشروح بالتفصيل هنا، يعني للاسف جلاين مش شرحه هنا بالتفصيل ده. يعني هحاول اشوف لك الدنيا ماشيه ازاي هنا، يعني هحاول هقرا معاك على فكره الحته دي، واحاول هحاول اعمل لينك لكل حته بالسبع حاجات اللي انا قلتهم، تمام. اخر حاجه الاورجنايزيشن ستراكشر. طبيعي لو شركه طول غير شركه فلات. تاني كمانجر، يعني حتى الناس اللي درست مانجمنت، مفيش شركه طول 100% ومفيش شركه فلات 100%، بيبقى في ميكس. الطول ليها ميزه والفلات ليها ميزه، عشان كده الشركات بتحاول تاخد، بتبقى ان بتوين، يعني تاخد ما تبقاش 100% طول ما تبقاش 100% فلات. طول معناها مدير تحتيه مدير تحتيه مدير تحتيه مدير تحتيه مدير، فمعنى كده ان لو حد تحت عايز ياخد قرار لازم يرجع لمديره، ومدير يرجع لمديره، ومدير يرجع لمديره، ومدير يرجع وهكذا. فلات معناها ان كل مدير مسؤول عن حاجه، وهو كل مدير بيتصرف زي ما هو عايز،
دي ليها مميزات وعيوب، الطول ليها مميزات وعيوب، والفلات ليها مميزات وعيوب. طبعا مش هخش معاك في المانجمنت، يعني مش هشرح لك مانجمنت واقول لك بقى دي فلات ودي مش عارف الطول ايه، بس بسرعه كده، الطول ليها مميزات ان هي بتبقى فيها كونسوليديشن، او فيها سنت مش كونسوليديشن سوري، فيها سنترلايزيشن في الديسيجن ميكنج، يعني فيها مركزيه في اتخاذ القرار. ف وده ممكن يبقى عيب في الفلات، يعني ممكن مثلا تلاقي مثلا الفلات ده الراجل ده عنده حريه في اتخاذ قرار، والراجل ده عنده حريه اتخاذ قرار، فلو خدوا قرارين متعارضين ممكن ياثر على ايه، على الشركه اوفرول. لكن التول الراجل اللي قاعد فوق ده بيتحكم في الموضوع مركزي سنترلايز، فبيعرف ياخد قرارات ما تتضربش مع بعض، تمام. فده ميزه للتول. بس عيب التول ان هو بقى البيروقراطيه البحته، ان ده لازم يقول ده وده يقول ده وده يقول ده، فطبعا يعني تايم كونسيومينج غير عادي. تخيل بقى انت لازم عشان تعمل حاجه عبيطه تاخد موافقه 5 مانجرز مثلا، غير الفلات ممكن مديرك المباشر يقول لك توقع الله دوس يا معلم، تمام. عشان كده بقول لك مش اغلب الشركات اللي في الواقع العملي محدش بياخد كل حاجه طول ومحدش بياخد كل حاجه فلات، بتبقى ان بتوين. هل ده ياثر على الكنترول انفايرمنت؟ طبعا، ما انت لو عندك كل حاجه طول غير لما يكون عندك كل الموضوع كله فلات، فده بيأثر على الكنترول انفايرمنت. يبقى الكنترول انفايرمنت 7 سب كومبوننتس مهمين جدا: اي انتجريتي ايثيكال فاليو، سي كوميتمنت تو كومبيتنس، اتش هيومن ريسورسز بروسيسز اند بروسيجرز، اي اساينمنت اوف اوثوريتي اند ريسبونسبيليتي، ام مانجمنت فيلوسفي اند اوبريتنج ستايل، بي Board of Directors and or Audit Committee Participation or Organizational Structure. تمام؟ نقرأ بقى الكتاب قايل لك ايه؟ هو الكتاب مقسمهم بطريقة كده مختلفة شوية، تمام؟ هحاول أقرأ معاك بسرعة وأقول لك كل واحدة فيهم فين في السبع. The organization demonstrates a commitment to integrity and ethical values. يعني قال لك دي اللي أول واحدة. لا انتجيتي ايثيكال فاليوز سيتنج ات ذا توب. على فكره سيتنج تون ات ذا توب دي هو قال لك الكلمه دي على الانتجيتي ايثيكال فاليو. بصراحه هي الكنترول انفايرمنت كلها بتسيت ذا تون ات ذا توب، يعني كلمه سيتنج تون ات ذا توب دي ابليكابل على الكنترول انفايرمنت اوفر اول، مش على انتجيتي ايثيكال فاليو بس، دي على الكنترول انفايرمنت اللي هي فيهم السبع سب كومبوننتس. بس عامه الايثيكال فاليو ثرو وورد اند اكشنز ذا بورد اوف دايركتورز اند مانجمنت كوميونيكيت ذير اتيتيود توورد انتجريتي اند ايثيكال فاليو. زي ما قلت لك البورد اوف دايركتورز مانجمنت بيطلعوا كود اوف كونداكت او كود اوف ايثكس وبيعملوا له كوميونيكيشن لكل الموظفين. استابليش ستاندردز اوف كود اوف كونداكت اللي هو كود اوف كونداكت اللي قلت لك عليه. احاول اعدي بقى شويه عشان ما نعيدش الكلام والموضوع يطول مننا. Evaluating the performance of individuals and teams based on the established standards of conduct. The performance review. بص هو هنا حاططها لك زنقها لك مع integrity ethical value، بس هو ممكن يجي مع human resources policies and procedures. ان جزء من human resources policies and procedures حتة performance review. انت تقييم الاداء للموظفين ده يعتبر جزء من human resources policies and procedures. والمسؤول عنها ال HR مش البيزنس. ال HR بيطلب من البيزنس انه يعني ال HR بيطلب من مديرك انه يعمل لك تقييم، بس مين الاونر بتاع العمليه، مين اللي بيمنتين العمليه، مين الاونر، مين اللي بياخد الانيشيتيف، مين اللي بيتحرك ال HR. فال evaluation بتاع performance of individuals سواء على standards of conduct او سواء على حتى التكنيكال ده تحت الhuman resources policies and procedures. وطبعا correcting deviations in a timely and consistent matters، يعني لو في اي انحرافات يتم تصليحها او تعمل لها correcting in timely and consistent matter او manner. The board demonstrate independence from management and exercise oversight of internal control. ده العنصر اللي كنت بقول لك عليه اللي هو العنصر السادس ال B board of directors and or audit committee. زي ما قلنا ان انت عندك اوديت بورد دايركتورز، والبورد دايركتورز ده انا شرحت لك ايه هو بورد دايركتورز في المحاضره اللي فاتت. البورد دايركتورز ده بيبقى
مجلس اداره اللي هو بيبقى منفصل عن المانجمنت، وهو بيبقى مسؤوليته ان هو يعمل اوفر سايت، بيراقب شغل الايه الاداره، وهو اللي بيعين حتى التوب مانجمنت. فالبورد دايركتورز establishes oversight responsibility، هو المسؤول عن oversight responsibility. The board identifies and accepts its oversight responsibilities. Applies relevant experience by defining, maintaining and periodically evaluating the skills and expertise needed among its members to ask difficult questions of management and take appropriate actions. وبيسأل بقى المانجمنت وبيشوف البرفورمانس وبيشوف الأداء بتاع الشركة overall. Operates independently. البورد اوف دايركتورز المفروض يبقى مستقل عن المانجمنت. بص الحته دي فيها ديبيت شويه، ان حسب الشركات وحسب القوانين البورد اوف دايركتورز ممكن يكون عندك في حاجه اسمها اندبندنت ممبر واكزيكتيف ممبر. الاندبندنت ممبر معناها ان عضو مجلس اداره ما يبقاش له منصب تنفيذي جوه الشركه، يعني عضو مجلس اداره مش السي اف او، مش السي او، مش السي او او، تمام؟ وممكن يكون في عضو مجلس اداره له منصب تنفيذي، يعني ممكن تلاقي مثلا عضو مجلس اداره وسي اي او، او عضو مجلس اداره وسي اف او، بتحصل ودي ما فيهاش حاجه، تمام؟ فبس طبعا يفضل ان البورد اوف دايركتورز يبقى اندبندنت، ولو مش كله، ولو في عناصر مش اندبندنت على الاقل يكون في عناصر ثانيه اندبندنت بحيث يبقى فيه بالانس، تمام؟ وحسب القوانين في بلاد معينه، طبعا احنا بنتكلم على السي اي اي، بتتكلم على انترنال اوديت على دول كتيره، فحسب دولتك يعني مثلا قال لك فور اكزامبل ان سام جورستكشنز، في بعض البلدان اول ممبرز اوف ذا اوديت كوميتي ماست بي اوتسايد ذا دايركتورز. ممكن زي ما قلنا الاوديت كوميتي ممكن تبقى منفصله تماما عن الدايركتورز او عن الاكزيكتيفز، حسب حسب الشخص وحسب قوانين كتيره انت ممكن تعرفها بعد كده. Provide oversight. The board of directors هو اللي oversight بيشوف الرقابة. The board is responsible for the oversight, management, design, implementation, and conduct of internal control. مهمة جدا. البورد هو مسؤول عن oversight ويخلي management. Management بتعمل design وimplementation وconduct of internal control. يعني مين اللي بيعمل design وimplementation وconduct of internal control؟ المانجمنت. مين بيعمل oversight على المانجمنت؟ مين بيراجع؟ مين بيراقب على المانجمنت؟ البورد اوف دايركتورز. Management establishes with over boards with board oversight structures, reporting lines and appropriate authorities and responsibilities. بص قال لك ايه؟ authorities and responsibilities اللي هي العنصر I see humble. العنصر الرابع assignment of authority and responsibility. بص ما هي دي مشكلة، ان هنا ال I see humble اللي هي sub components بتاعت ال control environment، هنا هو في الكتاب هنا هو ضربهم في الخلاط للأسف. يعني نفس الكلام اللي قلت عليه، organization demonstrates commitment to attract, develop and retain competent individuals. العنصر الثاني اللي هو commitment to competence، اللي هو انت عشان تجيب حد يشتغل لازم يبقى عنده الكفاءة انه يشتغل الحاجات دي. يعني ما تجيبش زي ما قلت لك، ما تجيبش مثلا دكتور اسنان وتشغله مثلا مدير مالي وهكذا. نفس الكلام ده يا ريت تقراه. organization holds individuals accountable for the internal control. يعني بمعنى صح الاورجانيزيشن هي بتخلي الانديفيدجوالز هم اللي عندهم هم مسؤولين على الانترنال كنترول، ودي حاجه قلناها قبل كده. طيب احنا خلصنا السب كومبوننت بتاعت الكنترول انفايرمنت، يبقى الكنترول انفايرمنت اول واحده اهم واحده فيها سبعه سب كومبوننتس رحناهم، مهمه جدا 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 جدا. تاني عنصر من عناصر تاني كومبوننت من الانترنال كنترول كومبوننتس بتاعت الكوزو هي الريسك اسسمنت. الريسك اسسمنت هنا هنتكلم على الريسك اسسمنت عشان برضو الناس برضو ما تفتكر احنا بنتكلم على ايه. الريسك اسسمنت احنا بنتكلم على عمليه تقييم المخاطر اللي المانجمنت بتعملها لنفسها. الريسك اسسمنت بتاع المانجمنت نفسها كجزء من الانترنال كنترول سيستم، مش الريسك اسسمنت ان انا كانترنال اويتور بعمله لنفسي لاهداف شغلي الخاصه، ولا الاكسترنال اويتور بيعمله لاهداف شغله الخاصه. الريسك اسسمنت حسب
كل واحد بيعمله لأهدافه الخاصة، الاكسترنال اوديتور بيعمله لأهداف، انت بتعمله لأهداف تانية، المانجمنت بتعمله لأهداف تالتة خالص. هنا بتكلم على الريسك اسسمنت اللي هو جزء من الانترنال كنترول سيستم اللي مين بيعمله؟ الإدارة بتعمله. طيب يبقى احنا ناخد بالك، حط في دماغك هنا بتكلم على الريسك اسسمنت اللي الإدارة بتعمله مش حضرتك كمراجع داخلي. طيب ده اول نقطة. تاني نقطة، الريسك اسسمنت بالبلدي كده قبل ما نبتدي، هي عملية تقييم المخاطر. الريسك اسسمنت هي جزء من عملية اسمها الريسك مانجمنت، تمام؟ وحتى ان شاء الله المرة اللي جاية، ان شاء الله المرة اللي جاية هناخد الريسك مانجمنت، المحاضرة اللي جاية في نفس اليونت ده هناخد الريسك مانجمنت، وهتعرف ان الريسك اسسمنت هو جزء من عملية الريسك مانجمنت. ريسك اسسمنت هو تقييم المخاطر، ريسك مانجمنت هو إدارة المخاطر، تمام؟ ريسك اسسمنت هو عملية تقييم المخاطر. طيب قال لك ايه؟ The risk assessment process encompasses an assessment of the risks themselves and the need to manage organizational change. يعني تبقى عملية ان انت بتعمل assessment، تقييم المخاطر، والحاجة ان احنا نعمل تغيرات عشان نعمل manage الريسك ده. This process is a basis for determining how risk should be managed. يعني الريسك اسسمنت هو اول عمليه، او هي الاساس، هو البيزس ان احنا بنعرف على اساسه ازاي الريسكات دي هتبقى مانجد. وهتعرف ان شاء الله المحاضره اللي جايه ان الريسك مانجمنت بتستخدم ريسك اسسمنت، بتعمل تقييم المخاطر عشان على اساسها بتعمل بقى مانجمنت للريسك، اداره المخاطر، وهنشوف ازاي. The organization specifies objectives. يعني العملية بتبتدي إن الـ organization بيبقى عندها objectives، عندها أهداف، with sufficient clarity to enable the identification and assessment of risks relating to five types of objectives. يعني أنت عندك، بيبقى أنت عندك objectives معينة، objectives دي بيبقى حسب أنت تتكلم objectives، الأهداف بتاعتك حسب كل، حسب الاندستري بتاعتك، وحسب كل حسب السايز، حسب الحجم والاندستري والريجولاتوري انفايرمنت، حاجات كتيره جدا. اي اوبجكتيف بيبقى له ريسك، اي اوبجكتيف بيبقى قدامه ريسك. ما انت الموضوع بيبتدي بايه؟ ان انت بيبقى عندك اوبجكتيف، وعشان توصل الاوبجكتيف ده بيبقى فيه ريسكات، او فيه ريسك معين، فيه مخاطر بتخليك ممكن ما توصلش الاوبجكتيف ده. فهو قال لك انت ممكن تعمل assessment للريسك في الارياس دي، في الاوبريشنز، في الاكسترنال فاينانشال ريبورتنج، في الاكسترنال نون فاينانشال ريبورتنج، في الانترنال ريبورتنج، في الكومبلاينس. هقول لك على حاجه، الراجل هنا قسمهم لخمسه سيكشنز ظراف قوي: اوبريشنز، اكسترنال فاينانشال ريبورتنج، اكسترنال نون فاينانشال ريبورتنج، انترنال ريبورتنج، كومبلاينس. خلينا نتكلم بقى يعني كفنيين، تمام، على رأي كابتن فاروق، تمام، ان انت عشان تعمل ريسك اسسمنت مش لازم تمشي بالكاتيجوريز دي. يعني لما نتكلم في الواقع العملي بقى، لا مش لازم تمشي بالكاتيجوريز دي. انت ممكن يبقى عندك الاوبجكتيفز بتاعتك تبقى اوبريشنال، فاينانشال، كومبلاينس، استراتيجيك. يعني هقول لك على حاجه في الواقع العملي اكتر، او مش لازم واقع، حتى يعني الكتاب هنا مقسمهم تقسيمه خمسه سيكشنز. انا بصراحه يعني في الواقع العملي ما بستخدمش التقسيمه الغريبه دي. في الواقع العملي انت ممكن تقسمهم تقسيمه اظرف شويه، انت ممكن تقسمهم اربع سيكشنز او اربع اوبجكتيفز: استراتيجيك، اوبريشنال، كومبلاينس، وفاينانشال. انا شايف ان ده تقسيمه ظريفه. غيري ممكن يشوف ان لا، ممكن يقسمها تقسيمه تانية. على فكره هقول لك على حاجه، في ناس بتقسم الاربعه دول بتكسرهم اكتر، تخليهم سته، تخليهم سبعه. كل واحد بيختلف حسب الفريم ورك اللي بيشتغل بيه، حسب الاندستري اللي بيشتغل بيها، حسب طبيعه العمل او طبيعه الشركه اللي هو شغال فيها، تمام؟ فحته ان انت تقسمها بالخمسه اوبجكتيفز دول او بالاربعه اللي قلت لك عليهم، انت حسب البروفيشنال جادجمنت بتاعك. The organization identifies risks to the achievement of its objectives across the entity and analyzes risks to determine how the risk should be managed. يعني الخطوة اللي بعديها ان الشركة بعد ما بتقسم او بتشوف الاوبجكتيفز على والريسكات على مدار
اي بقى كلاسيفيكيشن سواء الخمسه دول او سواء الاربعه اللي قلت لك عليهم، الاورجنايزيشن بتعمل ايدنتيفاي للريسكات ذا اتشيفمنت اوف ذا اوبجكتيفز اكروس ذا انتيتي، وبتعمل اناليسيس للريسك تو ديتيرمين هاو ذا ريسك شود بي مانجد، وبتحلل الريسك، بتحلل المخاطر عشان تشوف ازاي هتعمل اداره للمخاطر دي. Management must focus carefully on all risks, on risk at all levels of the entity, and take necessary actions to manage them. وطبيعي إن الشركة إن management بتاخد في اعتبارها الريسكات على 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 على, على levels كتيرة على كل المراحل، وبتاخد ال necessary actions عشان تعمل manage the risk. The organization considers the potential for fraud in assessing fraud risks. مهمة جدا. انت بتاخد في اعتبارك الفراد ريسك فاكتورز، الفراد ريسك فاكتورز، وهناخد المحاضره اللي جايه ان شاء الله في نفس اليونت ده هناخد الفراد، تمام؟ فانت وانت بتعمل ريسك اسسمنت بتاخد في اعتبارك الفراد ريسك. الفراد ريسك مختلفه خالص عن الريسكات العاديه، ان الفراد ريسك بيبقى ليها كونسيدريشن تاني وبيبقى ليها حاجات تانية. حته الفراد الباراجراف ده كله هكبر دماغي دلوقتي منه، ان انا هتكلم على الفراد بالتفصيل ان شاء الله المحاضرة اللي جاية. The organization identifies and assesses changes that could significantly affect the system of internal control. ونتيجة ان هي عملت risk assessment وعملت وشافت الريسكات اللي عندها وشافت ازاي هتعمل manage risk، وهنشوف ان شاء الله هنعمل manage risk ازاي لما نخش في risk management المحاضرة اللي جاية، هتشوف انت عندك ممكن يبقى عندك طرق كتيرة انك تعمل manage risk. هقول لك دلوقتي مثلا على مثال معين او لحد المحاضرة اللي جاية في طرق مختلفة عشان تعمل مانج للريسك. عشان تعمل مانج للريسك ممكن تعمل شيفت او ترانسفير ريسك. ترانسفير ريسك يعني انت مثلا عندك عربية، انت عندك عربية، تمام؟ العربية دي الريسك اللي ممكن تحصل لها ان العربية تعمل حادثة، تمام؟ فانت ممكن تعمل ترانسفير ريسك. يعني ايه ترانسفير ريسك؟ ان لو حصل حاجة للعربية مين اللي يتحمل الخسارة؟ شركة التأمين. هل معنى كده ان العربيه مش هيحصل لها حادثه؟ لا، هيحصل لها حادثه، بس عملت ترانسفير ريسك. بدل ما الريسك دي هتبقى عندك عملت لها ترانسفير لشركه التامين، دي اسمها ترانسفير ريسك. ممكن تعمل افويد للريسك. عارف ايه كلمه افويد للريسك؟ انك ما تسوقش العربيه خالص، ما تجيبش عربيه، تمام؟ ده اسمه افويد للريسك. طبعا ده ما ينطبقش على مثال العربيه، بس مثلا ينطبق على مثال مثلا للفروع. مثلا زي مثلا ان واحد شركه مثلا عندها عايزه تفتح فرع، او عندها بيزنس في مثلا في دوله فيها حرب، تمام؟ فتقول لك طب الدوله دي فيها حرب، ايه الريسك اللي فيها؟ ان الحاجه بتاعتنا تتدمر، الفرع اللي عندنا يتدمر والناس تموت ومش عارف ايه. طب خلاص افويد للريسك خالص، اقفل الفرع او اقفل المصنع اللي في الدوله اللي فيها ايه، اللي فيها حرب. فانت عندك طرق متنوعه عشان تعمل مانج للريسك، منها الريسك افويدنس، منها الريسك ترانسفير. وهنشوف بقى الحاجات التانية على الريسكات لما ان شاء الله نتكلم على الريسك مانجمنت المحاضرة اللي جاية. ده بالنسبة للريسك مانجمنت. تاني عنصر في الكنترول انفايرمنت، يبقى عشان نفتكر احنا نعمل ايه، ادي الكنترول انفايرمنت، سوري، ادي كنترول، ادي الكومبوننتس بتاعت الانترنال كنترول. الكومبوننتس بتاعت الانترنال كنترول، اخدنا اول عنصر، اخدنا اول كومبوننت الكنترول انفايرمنت. تاني عنصر ايه، او تاني كومبوننت الريسك اسسمنت. ثالث كومبوننت اللي هو اسمه كنترول اكتيفيتيز. ثالث كومبوننت اللي هو كنترول اكتيفيتيز. كنترول اكتيفيتيز دي اسمها انشطه الرقابه. عارف انت لما يبقى عندك انت كده اول حاجه كنترول اكتيفيتيز، انت شفت اول حاجه كنترول انفايرمنت، شفت بيئه الرقابه وعملت تقييم للمخاطر، فعرفت بقى ان انت عندك مثلا سي المنطقه بتاعت السيلز فيها مشكله، منطقه البايرول فيها مشكله، منطقه مش عارف الانفنتوري فيها مشكله، فهتبتدي تحط انترنال كنترولز، هتبتدي تحط كنترولز جوه البروسيسز او جوه السايكلز. دي اسمها كنترول اكتيفيتيز. يبقى كنترول اكتيفيتيز هي انشطه الرقابه، ان انت تحط كنترولز جوه السايكلز او جوه البروسيسز المعينه، تمام؟ ودي طبعا بتختلف باختلاف البروسيس، باختلاف السايكلز، ودي هنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله قدام لما نخش بقى في انواع الكنترولز، والكنترولز مثلا الخاصه بالسيلز، الكنترولز الخاصه بالانفنتوري، الكنترولز الخاصه مش عارف دي ايه، تمام؟ دي تعتبر كلها تحت عباءه ايه، تحت عباءه الكنترول اكتيفيتيز.
يبقى control activities these policies and procedures help ensure that management directives are carried out whether automated or manual. انت عندك ممكن يكون controls automated او manual. They are applied at various levels. بيتطبقوا على levels كتيرة of the entity and the stages of the process. ممكن تطبق على sales, inventory, تطبق على مستوى ال entity, تطبق على مستوى ال process وهكذا. They may be preventive or detective. زي ما قلنا ان شاء الله هناخد بالتفصيل ان شاء الله انواع ال controls. ان انت عندك حاجة اسمها preventive controls و detective controls. And segregation of duties is usually present. يبقى عندك مبدأ segregation of duties. قال لك ايه بقى بالنسبه للكنترول اكتيفيتيز. The organization selects and develops control activities that contribute to the mitigation of the risk to the achievement of the objectives to acceptable levels. يعني انت بتحط وبتعمل ديزاين كمانجمنت مش كاوديت. انا بتكلم عن مانجمنت. بتعمل select و develop للكنترول اكتيفيتيز اللي بتساعد ان هي تعمل mitigation risk اللي بتمنع او بتعمل mitigation للريسك عشان تحقق الاهداف بتاعتك بنسبة معقولة. The organization selects and develops general control activities over technology to support the achievement of the objectives. لما هنيجي ان شاء الله نتكلم على IT هتعرف ان في حاجة اسمها general controls او IT general controls. تمام؟ IT general controls. ال IT يا جماعة ال IT عشان برضو مش هتكلم عنه دلوقتي. تمام؟ هنتكلم عنه في ساعتها ان شاء الله. ال controls بتاعت ال IT فيها اتنين. فيها نوعين. في حاجة اسمها IT General Controls IT General Controls أو حتى اسمها على القهوة كده ITGC. يعني ما تسمع كلمة ITGC اللي هي IT General Controls. وفي حاجة اسمها Application Controls. Application Controls بتبقى على مستوى كل Application. General Controls اللي هي تبقى على مستوى IT كEnvironment. يعني مثلا حتة الباكب, مثلا حتة الRestoration of Data, حتة حتى الـ Process و Procedures بتاعت الـ IT. انت بتتكلم على حاجات General Controls على مستوى الـ IT Overall. وبعد كده عندك بقى حاجة تانية اسمها Application Controls, دي على مستوى كل Application. يعني مثلا على مستوى كل System. يعني مثلا لو انت عندك SAP, لو انت عندك Oracle, لو انت عندك برامج تانية, مثلا برنامج للـ Procurement, برنامج للـ Payroll, دي اسمها Application Controls. تمام؟ فانت برضو كجزء من Control Activities بيبقى عندك General Controls الـ IT. تالت حاجة, the organization deploys control activities through policies that establish what is expected and procedures that put policies in action into action. وزي ما قلت لك, طيب مين اللي يقول ان احنا مطالب منه ان احنا يبقى عندنا controls بالطريقة دي؟ مين اللي بيعمل govern الموضوع ده؟ ال policies and procedures, السياسات والإجراءات. وزي ما شرحت قبل كده, شرحتها المرة اللي فاتت, قلنا في فرق بين السياسات والإجراءات. السياسات بتقول لك ايه اللي المفروض تعمله, الاجراءات تقول لك ازاي تعمله. يعني السياسات تقول لك ان انت عشان تاخد اجازات, مثلا اجازات الاجازه السنويه بتاعتك مفروض تاخد ابروفل من المدير بتاعك ويبقى في مثلا نوتس قبليها بشهر. تمام؟ ده مثلا بالنسبه للسياسه. طب الاجراءات يقول لك بقى انت هتنزل الفورم رقم كذا وتملى مش عارف الاستمارة رقم كذا ومش عارف تعمل كذا. يبقى السياسة هي بتقول لك تعمل ايه اللي مفروض تعمله, الاجراءات البروسيجرز تقول لك تعمله ازاي. ده يعتبر جزء من الكنترول اكتيفيتيز كده. يبقى ده العنصر الكومبوننت الثالث من الانترنال كنترول. الكومبوننت الرابع الانفورميشن اند كوميونيكيشن. الانفورميشن اند كوميونيكيشن مهمة جدا. الانفورميشن اند كوميونيكيشن بيتكلم عن احنا كشركة, احنا جوه الشركة بنتكلم ما بيننا وبين بعضنا ازاي. يعني هل عندنا سيستم ولا بنتكلم بالورق؟ يعني هل مثلا لما تحب مثلا تتكلم مثلا مع الديبارتمنتس المختلفه, يعني مثلا لما بتاع البروكيورمنت بيتكلموا مثلا مع بتاع الانفنتوري كنترول, او بتاع الانفنتوري كنترول بيتكلم مع السيلز, بيتكلموا ازاي, بيقعدوا ازاي مع بعض. الانفورميشن والكوميونيكيشن ازاي الناس تتكلم مع بعض. طيب سواء internal communication أو حتى external. طب الشركة نفسها بتتكلم إزاي مع ال external parties. يبقى ده الموضوع أو ده component بتاع internal control. يبقى information systems enable the organization to obtain, generate, use and communicate information. لمين أو ليه؟ to maintain accountability, عشان يبقى عندك مسؤولية, عشان تبقى عارف مين بيعمل إيه.
يعني لو بتاع انفنتوري كنترول هو اللي قال، هو اللي طلع الريبورت ده، هو على اساسه اشترينا الانفنتوري، يبقى عارفين ان الراجل ده هو المسؤول عن المنطقه دي. ميجر اند ريفيو بيرفورمانس، وعشان تقيس وتقيم الاداء. 3 principles related to information communication. اول حاجه قال لك ايه؟ The organization obtains or generates and uses relevant quality information to support the function of internal control. يعني انت المفروض يبقى عندك relevant و quality information، يعني المعلومات اللي عندك تبقى relevant مناسبه وتبقى quality. يعني quality على قدر عالي من الكفاءه او من الجوده. تاني حاجة، the organization internally communicates information including objectives and responsibilities for internal control necessary to support the function of internal control. يعني الشركة بتقول داخليا internally بيبقى في تبادل المعلومات، عشان مش عشان internal control بس، هو هنا احنا بنتكلم عشان internal control بس، حتى للمانجمنت objectives overall. The organization communicates with external parties regarding matters affecting the function of internal control، زي مثلا external auditors، زي مثلا اي حد تاني. ده بالنسبه للانفورميشن اند كوميونيكيشن. اخر حاجه المونيتورنج اكتيفيتيز. المونيتورنج اكتيفيتيز هي ببساطه انك تتاكد، المونيتورنج اكتيفيتي دي العنصر الخامس، ده العنصر الخامس من الكنترول كومبوننتس، من internal control components. فالعنصر الخامس ببساطه انت تتاكد ان الاربعه الاولانيين شغالين مظبوطين. يبقى مونيتورنج اكتيفيتيز ان انت بتعمل متابعه. انت بتعمل ايه؟ بتعمل متابعه ان انت بتشوف هل الاربعه الكومبوننتس الاولانيين شغالين كويس ولا لا. وده عن طريق حاجتين. عندك نوعين من المونيتورنج مهمين جدا، لازم تعرف النوعين. عندك طريق، عندك حاجه اسمها ongoing، وعندك حاجه اسمها separate. او في ناس او في كتب بتسميها discrete. لو شفت الاسم ده، هي سيبريت او ديسكريت. تمام. فيبقى انت عندك نوعين من المونيتورنج، عندك الاونجوينج متابعه دوريه، وعندك سيبريت او ديسكريت. عارف الاونجوينج زي ايه؟ اونجوينج معناها مثلا ان انت عندك ريبورتات دوريه، تمام، البيزنس نفسه بيشوفها. دي مثلا ريبورتات يوميه، ريبورتات اسبوعيه، ريبورتات شهريه، بس حاجه ongoing ما بتوقفش. تمام. separate evaluations او discrete دي حاجات اللي بتبقى بنسميها حتى ad hoc. يعني شوف انت عندك ثلاث كلمات اهو، يا اما تسميها separate، يا اما تسميها discrete، يا اما تسميها ad hoc. يعني الحاجات اللي بتبقى مش منتظمه، زي الانترنال اودت. والانترنال اودت لما يجي يعمل زي الانترنال اودت مثلا، لما بيجي مثلا يعمل اودت على فانكشن معينه، مش لازم يعملها كل شهر، مش بيعملها كل يوم، حسب الاوديت بلان بتاعته. فده يعتبر زي الديسكريت مثلا. او the organization evaluates and communicate control deficiencies in a timely manner. ونتيجه المونيتورنج ده بيبقى فيه control deficiencies، في مشاكل في internal control، فبالتالي الشركه بتعمل evaluation و communication للcontrol deficiencies دي عشان تصلحها في الوقت المناسب. بالنسبة لأول حاجة، changes in the external or internal control in internal environment creates risk to organization internal control system. To ensure that internal control system remains capable of achieving its objectives, the organization should maintain an effective monitoring program. يعني بيقول لك الشركة لازم عندها effective monitoring program، نظام متابعة effective، فعال. تمام. ده ايه مثلا؟ يعني مثلا بيقول لك ايه؟ The stages in the monitoring for charge continuum are as follows. مثلا control baseline. يعني ايه control baseline؟ Monitoring must begin with understanding of the internal control design and whether the controls that have been implemented are effective at accomplishing the organization objectives. يعني انت تبدا بالاول ان انت تعمل او monitoring must begin understanding of the internal control design. لازم تفهم ال internal control design، هو internal control ده نفسه ايه الديزاين بتاعه ومعمول ليه وايه الاوبجكتيف اللي هيحققه. تمام. لما يتعمل له implementation، ايه الاوبجكتيف اللي هيحققه. This baseline understanding of internal control provides a starting place for making suggestions on how to improve efficiency and effectiveness. والفهم المبدئي ده او الفهم الاساسي ده هو نقطه البدايه ان انت
بتقول هل في نقط، هل مثلا في improvement points ولا لا. change identification، change identification معناها ongoing or separate evaluations are used to identify whether changes in process or risks are being addressed. يعني انت بتشوف هل في تغيرات، التغيرات في العمليات هل تم تناولها ولا لا. As part of these evaluations, the organization should confirm that controls can continue to meet their objectives of helping to manage or mitigate related risks. وبالتالي انت لو عندك اي change في البروسيس لازم تتأكد ان الchanges الموجودة دي لسه بتؤدي او لسه الinternal controls الموجودة لسه بتaccomplish، يعني بتaccomplish بتحقق الobjectives بتاعتها. change management، كلمة change management هي كلمة كبيرة شوية، يعني هو هنا هو شرحها في 3 سطور. change management ده يعني كتاب كامل، تمام؟ change هحاول يعني ألخصها لك في 2 سطر، يعني تمام. The organization should verify that the internal control system manages the changes and establishes a new control baseline for the modified controls. كلمة change management، أنت لو عندك تغيرات أو عندك تغيير، التغيير ده بيجي عن طريق عمليات معينة. يعني مثلا سي مثلا أنا قلت إن الكنترول ده بدل ما كان بيتطبق بالطريقة دي هيتطبق بالطريقة دي. أنت عشان تغير في الكنترول، عشان تغير في أي حاجة، في حاجة اسمها change management، في عملية اسمها change management، إدارة التغيير، تمام؟ إدارة التغيير دي أنت تتأكد إن هل الكنترولز اللي حصلت أو هل الكنترولز اللي تتغير أو حتى change management، مش change management هنا بتكلم عن internal control بس، change management ده concept بيطبق على حاجات كتيرة جدا زي الاي تي مثلا، تمام؟ انت بتشوف هل ال changes اللي بتحصل هل هي حصلت بطريقة صحيحة، وهل بعد ما حصلت هل في مشاكل ولا مفيش مشاكل حصلت نتيجة التغيير، وهل التغيير ده حقق ال objective بتاعه ولا لا. control revalidation، كلمة revalidation انك تعمل إعادة تأكيد من استخدام الكنترول ده. Control revalidation is a process of using monitoring procedures to confirm the conclusions that the controls are effective. This is a form of continuous monitoring. ده يعتبر جزء من continuous monitoring، انت تتأكد هل الكنترول ده بيحقق الobjective بتاعه ولا لا. كل دول يعتبر جزء من ايه؟ جزء من monitoring، جزء من monitoring activities. تاني مين اللي بيعمل monitoring activities؟ monitoring activities دي جزء من internal control system، اللي مين بيعمله؟ المانجمنت، مش انا لسه دول ما جاش لحد دلوقتي. انا كل دول عناصر internal control اللي الشركه بتعملهم لنفسها. بص يا سيدي بقى، هنا في كده مكعب كده ظريف او دياجرام كده ظريف، على فكره الدياجرام ده مشهور جدا اللي انت عارفه ده بيلخص لك الكوزو. ادي عندك الكومبوننتس بتاعت الانترنال كنترول، كنترول انفايرمنت، ريسك اسسمنت، كنترول اكتيفيتيز، انفورميشن كوميونيكيشن، مونيتورنج، تمام. دول الاوبجكتيفز بتاعتهم، عندك 3 اوبجكتيفز الانترنال كنترول، احنا قلنا عندها 3 اوبجكتيفز، اوبريشنز، ريبورتنج، كومبلاينس، ده الاوبجكتيفز بتاعت الانترنال كنترول. طب بتحققهم على ايه؟ على الانتيتي اوفرول. يعني ايه على الانتيتي اوفرول؟ يعني سواء على الانتيتي ليفل على مستوى الشركه اوفرول، او سواء على ديفيجن على قطاع، او سواء على اوبريتنج يونت على قسم معين، او سواء على فانكشن على فرع معين على حاجه معينه، تمام. يعني انتيتي الكبيره، انتيتي بتقسم لديفيجنز، كل ديفيجن بتقسم اوبريتنج يونت، وكل اوبريتنج يونت بتقسم لفانكشن. فانت كل ده ممكن الكنترولز تبقى من اول انتيتي ليفل تنزل الديفيجن، تنزل الاوبريتنج يونت، او تنزل كمان لايه؟ للفانكشن. كده يبقى انا خلصت معاك الكوزو فريم. طبعا الكوزو احنا لسه هنتكلم عنه طول ما احنا ماشيين دلوقتي. احنا خدنا تقسيمته، خدنا الكوزو. احنا قلنا الكوزو حاجتين مهمين جدا، الديفينيشن بتاع الانترنال كنترول، خدنا الديفينيشن، والكومبوننتس بتاعت الانترنال كنترول، وخدنا الكومبوننتس بتاعت الانترنال كنترول، ودي مهمه جدا جدا جدا. الموديل اللي بعد كده، اللي هو الكوكو. الكوكو احنا مش هناخده بالتفصيل، الكوكو احنا اللي هو الكنديان بتاع الكنديين، تمام. تعرف بس اسمه، وتعرف ان هو فيه 20 كرايتيريا، تمام.
او ذا كوكو موديل از ثوت تو بي مور سوتد فور انترنال اول بيربزز، يعني هو معمول للانترنال اول بيربزز اكتر. تمام، كنديين بيستخدموه، احنا ما بنشتغلش بيه، احنا اغلبنا بنشتغل بالكوزو، بس هو كوكو موجود. تمام، انا نفسي ما اشتغلتش بيه، ما اعرفش هو بيتكلم عليه اصلا. تمام، فهو في اربعه كومبوننتس: البيربز، الكوميتمنت، الكابابيلتي، والمونيتورنج اند ليرنينج. تمام، البيربز الهدف بتاع الكنترول، الكوميتمنت كلمه كوميتمنت انت عندك كوميتمنت ان انت تحقق الهدف من الحاجه دي، الكابابيلتي الامكانيه، والمونيتورنج اند ليرنينج ان انت تعمل المتابعه والتعلم. دي الاربعه، دول الاربعه اربعه كومبوننتس بتوع الكوكو. يبقى الكوكو فيه اربعه كومبوننتس: البيربز، الكوميتمنت، الكابابيلتي، والمونيتورنج اند ليرنينج. وفي الاخر جلايم بيعمل حاجه ظريفه كده اللي هو بيقول لك عشان تحفظهم يحطهم لك كده في كلمه ظريفه، عايز تحفظها احفظها، انا ما بقتنعش بالهبل ده، بس كل واحد حر. الجزء بعديه الكوبيت. الكوبيت مهم، الكوبيت عشان بناخده بالتفصيل شويه، عشان ده الشباب بتاع الاي تي بيشتغلوا بيه بالتفصيل شويه. الكوبيت، احنا قلنا الكوبيت هو فريم ورك متخصص للاي تي governance والمانجمنت الاي تي. كوبيت is the best known control and governance framework that address information technology. جميل. In its original version, كوبيت was focused on controls for specific IT processes. يعني في الoriginal design بتاعه الكوبيت كان متخصص للcontrols specific IT processes، العمليات مخصوصة في الاي تي. Over the years, information technology has gradually come to pervade every facet of the organization operations. يعني طبيعي مع التطور في الاي تي، مع التطور في الاي تي وتطور في عالم الكمبيوتر عامة والانفورميشن تكنولوجي عامة، الاي تي بقى جزء من كل الاوبريشنز وجزء من كل البروسيس اللي عندك. اي تي can no longer be viewed as a function distinct from other aspects of organization. دلوقتي ما تقدرش تفصل IT كجزء منفصل عن الorganization. لا، الـ IT بتدخل في كل حاجة. ما هو مثلا السيلز، مثلا السيلز بيشتغل على سيستم، السيستم ده جزء منه بيبقى مرتبط بالـ IT. الانفنتوري شغالين على سيستم، جزء منه مرتبط بالـ IT، وهكذا. The evolution of COBIT، تطور الـ COBIT has reflected this change in the nature of IT within the organization. طيب الـ COBIT عندك خمسة principles أو كوبيت 5، كوبيت 5 اللي هو أحدث إصدار للكوبيت، عندك خمسة principles. أول principle اللي هو meeting stakeholder needs، إن أنت تحقق الاحتياجات بتاعة الستيكهولدر. stakeholder إحنا قلنا إيه كلمة stakeholder؟ صاحب المنفعة. تمام؟ هنشرحها دلوقتي. ثاني principle covering the enterprise end to end، يعني إنك تغطي الشركة بتاعتك end to end يعني كلها على بعضها. Principle 3 applying a single integrated framework، انت يبقى عندك single وعندك integrated framework، يبقى عندك framework اطار عمل تشتغل بيه للاي تي بتاعك. الرابع principle enabling a holistic approach، يبقى انت عندك holistic approach تطبقه. خامس principle separating governance from management، انك تفصل الجوفرنس الحوكمه عن الاداره، ودي حاجه مهمه. وكده كده برضو احنا هندرسها في الجوفرنس العادي اللي هو بعيد عن الاي تي، كده كده برضو في الجوفرنس العادي في الحوكمه العاديه ان شاء الله. احنا كده كده في السي اي اي هناخد الجوفرنس بالتفصيل، فان شاء الله هتفهمها اكتر لما ناخد الجوفرنس. تمام. طيب اول برينسيبل ميتينج ستيك هولدرز نيد، ميتينج ستيك هولدر. Puppet 5 asserts that value creation is the most basic stakeholder need. يعني ان انت تخلق value ده اهم عنصر او اهم احتياج من الـ stakeholder. Thus, the creation of the stakeholder value is the fundamental goal of any enterprise, commercial or not. انك تخلق stakeholder value، انك تخلق المنفعة لصاحب المنفعة، سواء مثلا البيزنس حركة الحاجة. بتاع السيلز يعتبر ستيك هولدر لبتاع الاي تي، ان بتاع السيلز
هو اللي بيستفيد من خدمات الاي تي. انا مثلا ك بتاع الانفنتوري نفس القصه وهكذا. المانجمنت الاكزيكتيف مانجمنت اللي محتاجه ريبورتات ومحتاجه حاجات معينه تعتبر ستيك هولدر بالنسبه للاي تي. Value creation in this model is achieved by balancing three components. ان انت تعمل value creation انك تخلق value بيتحقق ان انت تعمل balance the three components. Realization of benefits انك تحقق ال benefits. Optimization of risk تمام انك تتحكم في risk او تعمل optimization للrisk. Optimal use of resources وان انت يبقى فيه استخدام عادي او استخدام optimal. كلمة optimal مش عارف يعني ايه بالعربي بصراحة المصطلح بتاعها المصطلح المناسب بتاعها, بس كلمة optimal يعني optimal optimal use of resources انك تستخدم الresources بطريقة ظريفة. يعني لو ينفع ترجمها بالطريقة دي ينفع يعني تمام. هي اكيد طبعا اكيد اكيد كلمة optimal مش ترجمتها مش ظريفة يعني مش هقول لك optimal use of resources انك تستخدم الريسورس بطريقه ظريفه, بس يعني انت فهمت قصدي لك ايه تمام. كابت 5 also recognizes that stakeholders needs are not fixed. يعني ال stakeholder needs مش ثابته, بتتغير مع تغير البيئه مع تغير البيزنس مع تغير الحاجات وهكذا. they evolve بيتطوروا under the influence of both internal factors يعني تغيرات مثلا في ال organization culture, تغيرات حتى في الديفيجنز او اكسترنال فاكتورز زي الديسربتيف تكنولوجي يعني حتى التكنولوجيا اتغيرت وهكذا. These factors are collectively referred as stakeholders drivers. الفاكتورز اللي بتاثر او بتخلي في تغيرات في الريكويرمنتس بتاعت الستيك هولدرز بنسميها stakeholders drivers تمام. In response to the identified stakeholders needs, enterprise goals are established. عشان بقى عشان نرد عشان نرد او عشان ساتسفاي عشان نرضي او عشان نحقق الستيك هولدرز نيدز لازم نشوف enterprise goals. زي ما في عندك goals اهداف الانتربرايز للشركه عم اوفرول. كوبيت 5 supplies 17 generic enterprise goals that are directly tied directly to the balance scorecard model. بص يا سيدي بقى دخلنا هنا في حاجات بقى مش وقتها خالص تمام, مش وقتها نهائي. في حاجه اسمها balance scorecard. balance scorecard هتدرس بس مش دلوقتي خالص. اللي هي اسمها بالعربي بطاقه الاداء المتوازن تمام, حسب ما افتكر اسمها يعني تمام. balance scorecard دي تول ظريفه جدا تمام. المانجمنت بتستخدمها عشان تشوف الاوبجكتيفز بتاعتها, بتشوف الاوبجكتيفز بتاعتها والاوبجكتيفز دي بتحطها في حاجه اسمها بالانس سكور كارد عشان تشوف الاهداف بتاعتها انواع الاهداف وبتتحقق ازاي وحاجات كده ظريفه كده. مش عايز اشرحها دلوقتي ان هي هتاخد وقت طويل جدا ومش وقتها هنا تمام. طب ايه بقى ايه اللي حشرها هنا؟ ان بيقول لك ان كوبيت 5 عنده 17 جينيريك انتربرايز جولز. الكلمه جينيريك يعني عام او شامل يعني جينيريك يعني ينفع يستخدم اي حاجه. فكوبيت 5 عنده 17 جينيريك انتربرايز جولز اللي انت ممكن تربطهم للبالانس سكور كارد موديل لنظام البطاقه الاداء المتوازن. يعني الشركات اللي بتعمل بالانس سكور كارد ممكن تستخدم الكوبيت 5 Enterprise Goals وتستخدمهم في Balance Scorecard لو هي بتستخدمهم. Next, IT related goals are drawn up to address Enterprise Goals. ومن Enterprise Goals أو الأهداف على مستوى Enterprise أنت بتشوف IT related goals تمام. أنا هنا بتكلم عشان أنا بتكلم من وجهة نظر IT بحتة. COVID-5 translates the 17 أو the 17 generic Enterprise Goals into IT related controls. يعني الخطوه اللي بعديها ان احنا كاي تي بقى دلوقتي بتكلم وجهه نظر الاي تي ان احنا بنشوف الانتربرايز جولز وبنحولهم لاي تي ريليتد جولز. عشان انا كاي تي اعرف بقى الانتربرايز جولز دول انا بقى كاي تي هخدم عليهم ازاي, فهحولهم لايه؟ لاي تي ريليتد جولز. فاينلي enablers are identified that support pursuit of the IT related goals
An enabler is broadly defined as anything that helps achieve objectives. Enabler اللي هو العناصر المساعدة، ممكن تقول عناصر المساعدة. فأنا بعرف إيه العناصر المساعدة اللي عندي اللي هتخليني اللي هتساعدني ان انا اعمل اتشيف الاوبجكتيفز بتاعتي، احقق الاهداف بتاعتي. The seven categories of enablers are listed below. طب ايه عندك؟ عندك سبعه. 5D. فين 5D؟ ادي ال enablers دي هتيجي في enabling holistic approach، هناخدها بالتفصيل دلوقتي. يبقى ده اول ايه، اول principle في الكوبيت 5، meeting a stakeholder's needs. any principle covering the enterprise end to end. And ايه covering enterprise end to end. كوبيت 5 takes a comprehensive view of all enterprises functions and processes. يعني بياخد enterprise functions على كل enterprise. enterprise معناها الشركه، المؤسسه، entity، تمام. الfunctions will process على مستوى الاقسام والعمليات. Information technology pervades them all. It cannot be viewed as function distinct from other enterprise activities. زي ما قلنا، ما ينفعش تفصل السيلز حاجة منفصلة عن الاي تي، ان السيلز بيستخدم سيستم الاي تي هو اللي بيعمله له وهكذا. Thus, IT governance must be integrated with enterprise governance. نظام حوكمة الاي تي لازم يبقى integrated يعني يتكامل مع الانتربرايز governance. ايه هو governance؟ ايه هو نظام الحوكمة؟ في يونت كامل هنتكلم عن الحوكمة ان شاء الله لما يجي وقته. IT must be considered enterprise-wide and end-to-end. ال IT لازم، كلمة enterprise-wide و end-to-end معناها ان هنا لازم يقول لك ان انت لازم تعتبر ال IT مش function منفصلة. ال IT حاجة بتخدم على enterprise كلها end-to-end من اولها لاخرها. وانتربرايز وايد، انتربرايز وايد يعني تخدم على الانتربرايز كلها، تمام؟ او is that to say all functions and processes that govern and manage information wherever that information may be processed. يعني انت بتتكلم على الانفورميشن كلها، سواء بقى في سيلز، انفنتوري، بايرول، اوفيس بوي، اي حاجه، تمام؟ البرنسبل بعديه applying a single integrated framework. ان انت in acknowledgement of the availability of multiple IT related standards and best practices, COBIT 5 provides an overall framework for enterprise IT which other standards can be consistently applied. يعني انت كراجل بتاع IT عندهم يا جماعه frameworks احنا ما نعرفهاش واحنا ما نستخدمهاش، تمام؟ عندهم frameworks بيستخدموها. فانت كجزء من البرنسبلز بتاعتك انت بتحدد او بتطبق framework معين، بتطبق إطار عمل معين لشغلك في الـ IT. COBIT 5 was developed to be an overarching framework that does not address specific technical issues. Is that to say its principles can be applied regardless of a particular hardware or software use. فالCOBIT 5 can develop إن هو يبقى generic. يعني إيه generic؟ تطبق الـ approach أو تطبق الـ system على أي hardware أو software عندك. Principle بعديه enabling a holistic approach. انت عندك 7 categories of enablers، تمام، اللي هم هيساعدوك انك تطبق الابروش بتاعك، زي ال principles, processes and procedures والframeworks، يعني المبادئ اللي عندك والprocess، السياسات والframeworks، اطار العمل، الprocesses، العمليات، ايه العمليات اللي عندك، الorganization structure، هل انت عندك tall flat اللي احنا كنا عنها بكده، الculture والethics والbehavior، الinformation، الservice، الinfrastructure and applications، الpeople، skills and competences. كل دول بيأثروا عليك ان انت تعمل انك تشوف الapproach انت هتستخدمه. اخر ثلاثة اللي هم الinformation والservice، infrastructure، applications، والpeople، skills and competences. The last three of these enablers are also classified as resources. دول بنسميهم ايه؟ الريسورسز. طبعا enablers are interconnected، يعني enablers دول يعتبر interconnected، يعني طبيعي ان انت الكالتشر والاثكس والبيهيفير بتتاثر بالorganization structure، بتتاثر بالinformation، بتتاثر بالpeople والskills والcompetence وهكذا. اخر principle عندي
separating governance from management، ودي مهمه جدا. الجوفرنس الحوكمه، نظام الحوكمه، انت تاني هنفهم ان شاء الله الحوكمه لما نجي لها ان شاء الله ونشرحها بالتفصيل. The complexity of the modern enterprise requires governance and management to be treated as distinct activities. يعني انت تفصل نشاط الحوكمه عن نشاط الاداره. الحوكمه حاجه والاداره حاجه ثانيه. الحوكمه جزء، او الاداره جزء من الحوكمه، الاداره المانجمنت هو جزء من نظام الحوكمه. تمام، هنتكلم عن الحوكمه والجوفرنس لما نيجي ان شاء الله نشرحها في الويب بتاعها. In general, governance is a setting of overall objectives and monitoring progress, monitoring of progress towards those objectives. يعني الجوفرنس هي انك تبقى عندك overall objectives ويبقى عندك الاكتيفيتيز والمونيتورنج اكتيفيتيز المتابعه انك تشوف الاوبجكتيفز دي. كوبيت 5 اسوشيتس جوفرنس وذ ذا بورد اوف دايركتورز، يعني كوبيت 5 بيشوف الجوفرنس مع البورد اوف دايركتورز. Within any governance process, three practices must be addressed: evaluate, direct, and monitor. مع أي governance process أنت بتشوف في ثلاث حاجات بتاخد بالك منهم: بتعمل evaluation تقييم، بتعمل direct بتوجه، وبتعمل monitor إنك بتعمل إيه بتتابع. تاني هنتكلم إن شاء الله عن governance لما نيجي نتكلم في الميول بتاع governance. بس تعرف إن governance إنك تفصل governance عن management ده principle من مبادئ إيه ال COVID-5. نفس القصة برضو management مش عارف ايه حتة governance دي هنتكلم عنها ان شاء الله في governance التفصيل، مش عايز اخش كده دلوقتي عشان ما اقعدش لوك كتير. يبقى ده COVID-5، يبقى COVID-5 في خمسة principles: principle 1 meeting stakeholder needs، principle 2 covering an enterprise end-to-end، principle 3 انك apply single integrated framework، principle 4 enabling a holistic approach، principle 5 separating governance from management. الفريم ورك او ال كده خلصنا الفريم ورك بتاع كوبيت. الفريم ورك اللي بعديه اللي هو الايساك. الايساك تمام اللي هو الكترونيك سيستم اشورنس كنترول، انا بصراحه ما اعرفوش. تمام، يعني اعرف الكوبيت. كوبيت الشباب بتاع الاي تي اللي بشتغل معاهم كتير كلهم بيشتغلوا كوبيت. انا اشتغلت اي تي اوديت فتره كده مش وحشه. تمام، يعني انا ما صنفش نفسي اي تي اويتور، يعني انا بالنسبه لي ما بعرفش نفسي ان انا اي تي اويتور، بس انا اشتغلت في اي تي اوديت فتره مش وحشه. تمام، فعارف الكوبيت، لكن الاي ساك بصراحه ولا ما اعرفوش. تمام، المهم الاي ساك اللي هو الكترونيك سيستمز اند انشورنس كنترول موديل، ده ذا انتيتيز انترنال بروسيس اكسس انبوت اوت اند برودوس اوت. يعني هو بيقول لك من الاخر كده، وبيقول لك ان الانتيتي فيها انبوت واوتبوت. طبيعي الانبوت هي عباره عن الميشن والفاليوز والاستراتيجيز والاوبجكتيفز. يعني بيقول لك ان في الموديل ده اللي هو الايساك بيقول لك ان انت عندك انبوت واوتبوت. الانبوت هي الميشن بتاعت الشركه، الاهداف بتاع الشركه، الفاليو بتاعت الشركه، الاستراتيجيات والاوبجكتيفز. الاوتبوت ايه الاوتبوت اللي هيطلع منها؟ الريزلتس، النتائج، الريبيتيشن، السمعه، والليرنينج. تمام، The ESAC board broad control objectives are influenced by the COSO framework. يعني ESAC متأثرة بالCOSO framework. ESAC واخدة أو متأثرة بين الCOSO. فبتقول لك إن الـ objectives عبارة عن إيه أو منها إيه: operating effectiveness and efficiency, reporting the financial and other information, other management information, compliance with laws and regulations, and safeguarding of assets. يعني هي واخدة نفس الكنترول اوبجكتيفز بتاعت الكوزو. The following are ESAC's IT business assurance objectives. ايه هي الاوبجكتيفز؟ عندك هو availability, capability, functionality, protectability, accountability. اهو availability, capability, functionality, protectability, accountability. تمام، خلي بالك ما تنساش ان الايزاك ده نتكلم على برضه هو IT model. IT model يعني زي يعتبر alternative للكوبيت. تمام، لكن هنا بنتكلم من وجهة نظر ايه الIT. Availability، يعني ايه availability؟ ان the entity must ensure that the information, process and service are available all time. يعني information والprocess والservice بتاعت الIT تبقى available all time، مش يعني السيستم ما يبقاش داون من الاخر. Capability، القدرة،
the entity must ensure reliable and timely completion of transaction. يعني السيستم يبقى موجود available ويبقى capable ان يعمل transaction. انك تعمل transaction يبقى السيستم او الانتيتي عندها القدره ان هي تعمل، يبقى عندها reliable وtimely completion of ايه of the transaction. Functionality. The entity must ensure that systems are designed to use the specifications to fulfill business requirements. يعني ال functionality ان السيستم معمول عشان يحقق الفانكشن اللي انا عايزها، البيزنس ريكويرمنتس اللي انا عايزها. Protectability، الحمايه. The entity must ensure that a combination of physical and logical controls prevents unauthorized access to system data. مهمه جدا البروتكتابيلتي او الحمايه. اي جماعه اي بروتكشن لاي حاجه اي تي بيبقى فيها شقين، وخلي بالك مهم جدا، في ناس كتير بتسقط شق منهم. اللوجيكال معناه يبقى عندك فاير، يبقى عندك فاير وول، يبقى عندك مش عارف، عندك مثلا باسوردز مش عارف لايه السيرفيس، يبقى تبقى بروتكتد وهكذا. تمام، ده لوجيكال. فيزيكال معناها الجهاز نفسه، ما انت ممكن يبقى عندك اللابتوب بتاعك حاطط فاير وول وحاطط باسورد وحاطط مش عارف انكريبشن وحاطط كل اللوجيكال كنترولز الظريفه، بس في الاخر ممكن واحد يخش ياخد اللابتوب كله ويمشي. خده بقى بالفاير وول بتاعه بالانكريبشن بالباسورد، خد اللابتوب نفسه. ده اسمه فيزيكال كنترول. يبقى انت لازم يبقى عندك فيزيكال كنترول ان السيرفرات واللابتوبات والحاجات دي كلها ما تبقاش موجوده كده على اي حد ياخدها، واللوجيكال اللي هي تبقى حاجات اللي السيستم نفسه يبقى فيه فاير وول وباسوردز وانكريبشن ومش عارف وهكذا. اكاونتابيلتي اللي هي يبقى فيه محاسبه او مسؤوليه. The entity must ensure that transactions are processed under firm principles of data ownership. يبقى كل واحدة عارفين الداتا جاية منين وراحة فين. يبقى السيستم بيوريني الفلو اوف انفورميشن، الفلو اوف داتا. يبقى انا عارف مين اللي عدل دي ومين اللي عمل ابلود ده ومين اللي غير هنا ومين اللي مسح ده. يبقى data ownership identification and authentication. authentication التعريف بتاعها. تفتكرهم availability, capability, functionality, protectability و accountability. ده بالنسبة لل ESAC. في كده guidance ظريف. Guide to the assessment of IT risks. فاضل guidance وفاضل soft controls وهنوقف على كده. بص يا سيدي، قال لك GAIT اللي هو guidance assessment of IT risks gives management and the auditors guidance for assessing the scope of IT general controls using top down and risk based approach. بص يا سيدي، زي ما قلت لك في الـ IT انت عندك نوعين، عندك IT general controls اللي هي الـ ITGC اللي هي تبقى controls على مستوى الـ IT، على مستوى الـ IT environment overall، وعندك application controls. الـ IT general controls مهمة جدا، ان هي عارف انت عاملة زي ايه؟ زي control activities كده مثلا، سوري، زي control environment كده في الكوزو، الـ control environment في الكوزو هي الأساس، هي الفونديشن. نفس الفكرة الـ ITGC، الـ IT General Controls مهمة جدا بالنسبة للـ IT. تمام؟ فهنا بيقول لك هو بيديك الـ methodology دي أو الـ guide ده بيديك بيدي للمانجمنت محتاجاه، والـ auditors لو احنا guidance ازاي تعمل assessing the scope of IT General Controls using top-down approach. top-down يعني بتشوفها من entity level وتنزل على مستوى entity level، تنزل على مستوى كل ديفيجن على مستوى كل مش عارف بزنس يونت، تنزل على مستوى كل فانكشن وهكذا. وريسك بيست انك بتشوفها برضو على مستوى الريسكات. جي اي اي تي اللي هو جايدز تو ذا اسسمنت اوف اي تي ميثودولوجي از كونسيستنت وذ ذا بابليك كومباني اكاونتنج اوفرسايت بورد اللي هو بتاع الباك اب، ده حاجه تبع السوكس، هنتكلم عن السوكس. وشايف انت الباك، شايف انت البابليك كومباني اكاونتنج اوفرسايت اودينج ستاندرد 5، ده اللي هو الباك اب ستاندرد 5، دي حاجة تبع السوكس هنشرحها بعدين، مش موضوع دلوقتي. And other control frameworks زي كوزو. ماشي، شكرا. The four principles of GAIT are as follows. بيتكلم على إيه بقى؟ قال لك مبدئيا the identification of risks and related controls in IT general controls process should be a continuation of the top-down and risk-based approach
used to identify significant accounts, risks those accounts and key controls to the business process. مهمة جدا. يعني انت لما بتيجي تعمل assessment لل IT general controls بتاخدها top down approach زي ما قلت، بتاخدها من اول entity level وبتنزل معها من entity level على مستوى الانتيتي، على مستوى الباكات، تنزل على مستوى الديفيجن، تنزل على مستوى البيزنس يونت، باكات تنزل على مستوى الفانكشن، وبرضه على الريسك بيز انك بتشوفها من ناحيه، من وجهه نظر الريسك، ما هو في حاجات تبقى مور ريسكي وفي حاجات ما فيهاش ريسك وهكذا، عشان بتشوف تاثيرها على الاكونتس، بتشوف تاثيرها على وتاثير الريسكات دي على الاكونتس وايه الكنترولز الموجوده. The IT general controls process risks that need to be identified are those that affect critical IT functionality in financially significant applications and related data. يعني إيه؟ تاني، the IT general controls process risks that need to be identified are those that affect critical IT functionality in financially significant applications and related data. يعني بيقول لك لما بتيجي تعمل assessment لل IT general controls وتشوف الريسكات، انت بتشوف الريسكات اللي هتأثر بشكل critical على الفانكشناليتي بتاعت الاي تي والفاينانشال امباكت. ما في الاخر الاي تي هيأثر لك في الاخر، هيدروب لك في الفاينانشالز، تمام؟ هيتحول في الاخر الى ارقام، هيتحول في الاخر الى امباكت، لتاثير رقمي. فانت بتاخد في اعتبارك السيجنيفيكانس بتاعتها من وجهه نظر الفانكشناليتي مع الفاينانشال امباكت. The IT general control process risks that need to be identified exist, for example, in application program code, networks and operating systems. يعني معنى صح بيقول لك ايه؟ بيقول لك برضو بياخد في اعتبار الريسكات اللي تبقى على مستوى الابليكيشن، زي application program code, networks, operating system. مش عايز اخش برضو معاك في examples حاجات دي عشان دي تفاصيل زيادة شوية عن IT، بس انت تاخد الريسكات على مستوى النتورك، الكنترولز، ماشي هضطر اقولها بس يعني هقولها بسرعه كده عشان مش عايز اخش في التفاصيل دي دلوقتي. الكنترولز اللي على النتوركس غير الكنترولز على الاوبريتنج سيستمز، غير الكنترولز على البروجرام كودز، على الابلكيشن بروجرام كودز. يعني بمعنى صح الابلكيشن بروجرام كودز، التكويد بتاع البرنامج ده له كنترولز معينه، منها هقول لك على اكزامبلز مش مكتوب هنا، مش موجود هنا، وممكن مش موجود اصلا في المنهج كله. ده بيور اي تي. مثلا ان انت لما بتيجي تعمل كودنج وتجرب الكود ده، بيبقى عندك انفايرمنت، عندك جزء كده، عندك مكان عشان تعمل فيه الديفلوبمنت بتاعك، وفي انفايرمنت تانية عشان تعمل فيها التستنج بتاعك، وفي انفايرمنت ثالثه اللي هو فيها الشغل بتاعك الاساسي، تمام؟ بنسميها التستنج انفايرمنت والديفلوب والانتجريشن انفايرمنت وحتى البرودكشن بنسميها والبرودكشن انفايرمنت. ده يعتبر كنترولز على الابلكيشن بروجرام كود. طب النتورك حاجه، حوار تاني خالص. النتورك معناها مين بياكسس على النتورك، ومين اللي عنده اوثوريتي انه يطلع انفورميشن بره النتورك او يدخل انفورميشن جوه النتورك. هدي كنترولز مختلفه خالص عن البروجرام كود. طب اوبريتنج سيستمز، مين اللي عنده اكسس على الاوبريتنج سيستمز. فانت بتشوف الريسكات على مستوى كل فانكشن، او على مستوى كل، مش هقول فانكشن، مش عايز اقول فانكشن، على مستوى كل اريا بمعنى صح. تاني، الحاجات دي كلها بيور اي تي، يعني الحاجات دي كلها بيور اي تي. انت مطلوب منك في السي اي انك تفهمها، مش مطلوب منك تبقى سبيشالست. الشباب بتوع الاي تي اوديت بياخدوها بالتفصيل وبيدرسوها في السيسا، اللي هي سيرتيفايد انفورميشن سيستم اوديتور، وده مش مطلوب منك انك تفهمه بالتفصيل في السي اي. Risks in IT general controls processes are mitigated by the achievement of IT control objectives, not individual controls. يعني انت لو عندك IT general controls فانت بتشوفها فانت بتعملها mitigation، او الريسكات بتعملها mitigation عن طريق انك بتشوف الـ IT control objectives overall مش individual controls. زي ما قلت لك هي شبه كده control environment في الكوزو، هي بتأثر على الموضوع كله. فالـ IT general controls بتأثر على الـ IT environment كلها. ده بالنسبة للموضوع ده. آخر موضوع هتكلم عنه النهاردة الـ soft controls.
سوفت كنترولز موضوع كده في الفكسانية يعني، تمام، ملوش اي، ما فيش اي حاجه جديده، تمام. سوفت كنترولز انت بتتكلم ان انت ازاي بتعمل كوميونيكيشن للكنترولز بتاعتك، للكنترول للموظفين بتوعك، زي مثلا ان انت ازاي ان انت ازاي انت عندك مثلا كود اوف كونداكت او كود اوف ايثكس، انت عملت الكود بس ازاي بتعمل كوميونيكيشن. فالسوفت كنترولز هي بتتكلم مينلي على الكوميونيكيشن اوف كنترولز لاي ريليتد بارتي، لاي كونسيرن بارتي، سواء بقى المانجمنت، سواء الامبلويز، او سواء وات ايفر، تمام. فهو قال لك ان الكوز والكوكو اتكلموا على الموضوع ده وعملوا انفاسايز عليها، ركزوا عليها، عشان بيقول لك ان انت لازم حتى لو في اي كنترولز ازاي يبقى عندك الكنترولز المناسبه ان انت تتاكد ان الانفورميشن او الكوميونيكيشن بتاع الكنترولز بيروح للكونسيرن بارتي بمعنى صح، تمام. ده ملخص الايه السطر التو باراجرافز دول، تمام. طيب بص يا سيدي، هنا كتب لك، قال لك one approach of auditing soft controls is control self assessment. الكنترول سيلف اسسمنت ده هناخده بالتفصيل الممل، مش فاكر في بارت 1 ولا في بارت 2 اصلا، يعني غالبا مش فاكر هو كان في بارت 1 ولا في بارت 2، بس هيتاخد بالتفصيل. الكنترول سيلف اسسمنت انا مش هشرح لك ان ايه كنترول سيلف اسسمنت دلوقتي، ده موضوع كبير عليه يونت كامل، تمام. فالكنترول سيلف اسسمنت حوار تاني كده، عديها دلوقتي عشان هتتشرح بالتفصيل قدام، تمام. فانساها دلوقتي. واخر الباراجراف ده حوار كده فاكس شويه، اللي هو انت الهارد والسوفت كنترولز كان ممكن تبقى بارتيكولر اسوشيتد لبارتيكولر ريسك، وبتقيس حاجه اسمها فيلنربيليتي عن طريق معادله. بصراحه انا عمري ما استخدمتها في حياتي، وموضوع مش براكتيكال خالص، فيعني ايه عديها برضو، تمام. هنوقف على كده النهارده ان شاء الله. المره اللي جايه ان شاء الله هنتكلم على الريسك مانجمنت، المره الجايه هنتكلم على الريسك مانجمنت، وان شاء الله هحاول على قد ما اقدر ان شاء الله اقفل اليونت المره اللي جايه. اليونت هتحس ان هو مش واضح قوي او لسه مبهم شويه، ان شاء الله المره اللي جايه لما تحس لما تخلص اليونت على بعضه وتبتدي تحل عليه هتحس ان الدنيا هتبقى اظرف. هقف على كده النهارده ان شاء الله، اشوفكم المره الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.